السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملعب رادس رمزي القلعة يحييكم في نقل مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي هنا في ملعب رادس. مثل ما ذكرت مباراة مؤجلة لحساب الجولة السبع أيام لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الحقيقة هي ثلاثة مباريات ضمن دفعة مؤجلة من اللقاءات ودفعة مؤجلة تدور كذلك على أقساط. قبل أن ننطلق طبعا في استعراض وضعية الفريقين مباشرة إلى التشكيلتين في هذا اللقاء الهام للفريقين، مباراة قد لا تقبل القسمة على اثنين بين ترجي وسيابي. الترجي اليوم في المرمى علي جمال، لكن نبدأ بالنادي الرياضي البنزرتي ضيف رادس في هذا اللقاء. النادي الرياضي البنزرتي من خلال 11 لاعب اللي بدا بهم سفيان الحيدوسي هذه المباراة، حمدي القصراوي في المرمى، حمزة المثلوثي، حسام الحاج مبروك، سليمان كشك، طيب بن زيتون، نفع جبالي، بلال السعيداني، خالد لهماني، يوسفان بنجي، احمد ساسي وبرانسي برا. تغييرات إجمالية في تشكيل سفيان الحيدوسي مقارنة بالجولة الفارطة ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي الرياضي التونسي اليوم بالنسبة للتشكيلة، علي جمل في المرمى، إيهاب المباركي، حسين الربيع، شمس الدين الذوادي، علي المشاني، حسين الراقد، فوساني كوليبالي، دريس المحيرسي، ادم رجيب، الياس الجلاسي، وهيثم الجويني. تشكيله عمار سويح طبعا على بنك احتياطي النادي الرياضي البنزرتي، صابر الخلفاوي حارس مرمى احتياطي، سيف الله حسني، صديق المجري، يوسف الطرابلسي، لحبيب ميتي، جاسر الحمدوني، وشادلي غراب. احتياطي وترجي وسيم القروي حارس مرمى احتياطي، منذر القاسم، يمين النفزي، برنار بولبوا، شكر الرقيعي، سعد بقير، وطه ياسين الخنيسي مع طاقم تحكيم المباراة، سليم بالخواص حكم الساحة، مساعد أول زياد الذويبي، مساعد ثاني مراد عاشور، الحكم الرابع وليد البدري، ويراقب المباراة عز الدين الشعباني. هكذا وضعنا المباراة في إطار، قلت مباراة قد لا تقبل القسمة على اثنين بين فريقين تعثر في الجولة الفارطة. النادي الرياضي البنزرتي في ملعبه ضد ترجي رجيس بنتيجة 1-1. مباراة الأسبوع الفارط، مباراة كنت تابعتها في المباشر على الوطنية الثانية، والترجي الرياضي التونسي في كلاسيكو العاصمة ضد البقلاوة في مركب الهادي نايفر في باردو كان اكتفى بالتعادل السلبي 0-0. تعثر الترجي وترك المجال للسي اس اس ليرتقي للمركز الأول ب 61 نقطة في انتظار اللقاءات المؤجلة اليوم من خلال ثلاثة مباريات هامة أقول بالنسبة لأعلى الترتيب وحتى لأسفل الترتيب، لكن بالتأكيد الأنظار تتجه خصوصا لصاحب المركز الثاني والثالث. الترجي الذي يستقبل هنا في رادس يستقبل النادي الرياضي البنزرتي، وفي سوسة نجم الرياضي الساحلي الذي يستضيف الملعب التونسي انطلاقا من الساعة 5:30. في المقابل مباراة بدأت منذ الثالثة بعد الزاول في جابس بين الملعب الجابسي ونادي الإفريقي، وتعادل السلبي في الشوط الأول في هذا اللقاء. مباراة هامة للفريقين. الترجي الرياضي التونسي باش تعرفوا وضعية أعلى الترتيب، السي اس اس ب 61 نقطة، النجم الرياضي الساحلي 59 والترجي 55، لكن النجم والترجي تنقصهم مباراة، النجم المتلاوي 34 والنادي الرياضي البنزرتي ب 30 نقطة، لكن تنقصوا مباراة. على ذاك مباراة هامة يعني بين صاحب المركز الخامس وصاحب المركز الثالث. الترجي بعد عثرة البقلاوة يريد التدارك وإبقاء الأمل من أجل طبعا الحصول على لقب مع عمر السويح في تحدي جديد، تحدي يريد أن يكسبه مدرب الترجي بمساعدة اسكندر القصري وبإدارة الحكم سليم بالخواص في مباراة ضد النادي الرياضي البنزرتي اللي علاقته بجمهوره مش ولا بد، يعني فما بعض التململ من جماهير السيابي حتى على الهيئة المديرة وحتى على الإطار الفني. جماهير السيابي التي تطالب بالأكثر، تطالب بالأفضل بالنسبة للمدرب سفيان الحيدوسي نظرا للرصيد البشري الثري ونظرا لما عودنا به النادي البنزرتي في الأسابيع وفي الجولات وفي المواسم الماضية من تألق ومن مقارعة الكبار. ننتظر مباراة، نرجو أن تكون مشوقة، نرجو أن تكون حماسية، نرجو أن يكون الفريقان وفيين للمردود المتميز ولسمعتهم المتميزة. طبعا عادة ما كانت حوارات ولقاءات الترجي والسيابي ممتعة ومشوقة، والفرجة عادة ما تكون حاضرة سواء كانت المباراة في العاصمة أو في بنزرت. نقطة وإشارة انطلاق المباراة بصفيرة سليم بالخواص على بركة الانطلاق ذلك،
لمن يتابعنا على الوطنية الأولى، مباراة مؤجلة لحساب الجولة السبع أيام لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الترجي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي، بحضور تقريبا هو العدد المسموح به 15000 متفرج، لكن أقل شوية عدد الجماهير الحاضرة هنا في ملعب رادس. الكرة الأولى والهجوم الأول، يوسف أمبنجي يمهد التوزيع، تضرب في الدفاع، تخرج ركنية ركنية، لكن قبل فما راية مرفوعة، فما تسلل في العملية الأولى من حسام الحاج مبروك. قلت 15000 متفرج هو العدد المسموح به لجماهير الترجي لحضور هذا اللقاء، لكن الأعداد أقل شوية. الفيراج فارغ، علاش؟ لأنه فما أشغال. هذه كرة خطيرة من يوسف أمبنجي يمر، لكن الحارس علي جمل في أول تصدي وهو الارتماء لحارس الترجي. قلت فما أشغال على مستوى المدرجات الفيراج، المدرجات الجانبية على ذاك، يعني حتى جمهور الترجي اللي عندهم أبونمون فيراج كانوا اتصلوا بهيئة الترجي للحصول على تذاكر خاصة بالبلوز بالمدارج المكشوفة، يعني الفيراج فارغ اليوم لأنه أشغال على مستوى المدرجات. على ذاك يعني جمهور الترجي أخذ مكانه في المدرجات الرئيسية والمدرجات المكشوفة البلوز في هذا اللقاء الهام كما قلنا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، والهام كذلك بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. نذكر مباراة الذهاب اللي في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت كان ربحها الترجي 3-1، كان تذكروا ثلاثية الترجي كانت بإمضاء فخر الدين بن يوسف الروج الذي يغيب عن هذه المباراة، وطه ياسين الخنيسي والياس الجلاسي مقابل هدف واحد للسيابي من حمزة المثلوثي من ضربة جزاء. رجعت كرة من النادي الرياضي البنزرتي تقطع، والمخالفة على مستوى دائرة وسط الميدان قريب من العملية، سليم بالخواص يمنح المخالفة للاعب الترجي على الصورة. في الحوار الأخير يسقط إدريس المحيرسي، يربح المخالفة في انتظار أن يقوم لاعب النادي الرياضي البنزرتي حمل قميص رقم 25 نفع عجبالي ليرجع للتشكيلة. سنتحدث عن الغيابات وعن التعزيزات وعن التغييرات بين المباراة السابقة وهذه المباراة في كلا الفريقين. ترجع كرة دمر جيبي، يشق الميدان بالعرض الجيبي، وصلها لفوسيني كوليبالي، إدريس المحيرسي التمريرة في العمق، فماش تسلل، اختار الكرة، هيثم جويني يهرب على الحارس، الحكم شي يقول له والعب، يقول له والعب سليم بالخواص رغم المطالبة بضربة جزاء. هيثم جويني في أولى المحاولات وأخطرها، هرب على حمدي القصراوي المحاولة الأخيرة. شوف على مستوى الخط النهائي للتسلل على ليميت في الكرة الأخيرة، وهيثم جويني دخل منطقة الجزاء، راوغ بحمدي القصراوي الالتحام، سليم بالخواص قريب برشا يأمر بمواصلة اللعب، يقول والعب. هذا الحوار الأخير بين حمدي القصراوي وهيثم جويني، الحكم سليم بالخواص يأمر بمواصلة اللعب في أولى الكرات وأخطرها إلى حد الآن بعد تقريبا 3 دقائق منذ انطلاق اللقاء. مباراة قلت تبشر بكل خير، مباراة تلوح مشوقة، ومباراة تعد بالكثير بين فريقين في قيمة الترجي وفي قيمة السيابي، بين زوز فرق تفرج كرة وزوز فرق كل ما تتقابل تكون مبارياتها مشوقة على غرار أفلام الفريد هيتشكوك. ترجع كرة لشمس الدين الذوادي، حسين الراقد، الراقد الراقد ينتظر المساندة وينتظر طلب الكرة، يوصل الكرة لآدم رجيبي، آدم رجيبي يحاول يلعب مع هيثم الجويني، توصل الكرة للترجي الرياضي التونسي، محاولة المرور يحاول يلعب 1-2، آدم الجيبي في العملية الأخيرة مع ليس جلاسي لكن تقطع، فوسيني كوليبالي، كوليبالي مع ليس جلاسي، جلاسي حاول المرور لكن تقطع الكرة الأخيرة من العقد. سليمان كشوك طبعا وخالد الهماني هو العاد، سليمان كشوك لعب المباراة السابقة، المخالفة ليوسف أمبنجي على الصورة، المخالفة ليوسف أمبنجي تنفذ بسرعة، الكرة توصل لنفع عجبالي، بلال السعيداني، نفع عجبالي مازال محافظ على كورتو، ما توصلش ليوسف أمبنجي، تقطع ليس جلاسي للترجي، ليس جلاسي لإدريس المحيرسي، قطع الكرة من بلال السعيداني وحاولة عكس الهجوم الطويلة، البحث كان على أحمد ساسي لكن طويل عليه أمامه علي المشاني، يعني أكثر من حوار ثنائي، أكثر من حوار ثنائي في هذه المباراة. أحمد ساسي الذي كان قريب طبعا من تعزيزك، يعني سوف أكثر من فريق في قبل انطلاق الموسم، يجد نفسه مع النادي الرياضي البنزرتي ويجدد فيه الثقة المدرب سفيان الحدوسي. قلت وحوار أكثر من يعني أكثر من حوار ثنائي موجود وغير مباشر بين ملاعبية لعبوا في هذا الفريق وذاك. ترجع كرة لياس الجلاسي، يعود بالكرة لشمس الدين الذوادي، فوسيني كوليبالي، تقطع أحمد ساسي بلمسة واحدة، يوصلها لبلال السعيداني طويلة، البحث عن يوسف أمبنجي طليق على الجهة اليسرى، أمبنجي، أمبنجي يروض المتابعة من الذوادي، أمبنجي يحاول يحط كرة على ساقه اليمين، يمهد، ما فماش تسلل، فما راي قبل، فما راي ضد أحمد ساسي في العملية الأخيرة.
التسلل الثاني تقريبا ضد خط هجوم النادي رياضي البنزرتي في هذه المباراة، ومباراة مفتوحة إلى حد الآن. السيابي دون مراكبات هنا في ملعب رادس، يعرف سفيان الحيدوسي أنه جاء رادس بطبيعة الحال من أجل تدارك عثرة أو نصف عثرة مباراة جرجيس يوم السبت في ملعب 15 أكتوبر بمنزرة والترجي التونسي مع عمر سويع. يعرف أنه زلقة بفلقة بلغتنا الدارجة، وأنه أي عثرة أخرى ربما قد يبتعد بها لقب البطولة، خصوصا بعد نصف عثرة الجولة الفارطة ضد البقلاوة. مرفوع الكرة في محور الدفاع بالرأس، تعود تبقى للترجي الياس جلاسي، والمخالفة ضد متوسط ميدان الترجي. المخالفة ضد الياس جلاسي بعد أن تجاوزنا خمس دقائق لعب في هذا الشوط الأول. دائما غياب الأهداف لكن حضور الفرص، ورفع الرجل من نفع جبالي. المخالفة للترجي في هذه المباراة، قلت يغيب الروج فخر الدين بن يوسف بعد أن تعرض لإصابة في مباراة الكلاسيكو ضد البقلاوة، إصابة التواء على مستوى الركبة تخليه يغيب جمعتين عن صفوف الترجي، وبعدها يعمل صور بالأشعة ليتأكد من إمكانية العودة أم لا. في المقابل يرجع هدف الترجي ياسين الخنيسي، لكن القوة على بنك البدلاء. إدريس المحيرسي مرفوع الكرة في منطقة الجزاء، البحث على القائمة الثاني، وفما راية، فما راية يقول خرجت، يقول خرجت. الراية مرفوعة قبل الهدف، قبل الهدف رينها الراية، يعني المساعد الثاني يقول أن الكرة خرجت. مراد عاشور يقول أن الكرة تجاوزت. هذه الكرة الأخيرة المرفوعة في القائمة الثاني كانت من جانب إدريس المحيرسي، والمساعد يقول أن الكرة خرجت، تجاوزت الخط النهائي للميدان. ترجع كرة ضربة مرمى للترجي، قلت يرجع الخنيسي لترجي التونسي بعد أن غاب في الأسبوع الفارط، لكن يخير المدرب عمر السويح ابقائه على دكة البدلاء. هدف الترجي ياسين الخنيسي بعشرة أهداف. طبعا في المقابل كما قلنا يغيب لاعب فخر الدين بن يوسف، ادم الجيبي يعوض في هذه المباراة بخيارات من المدرب عمر السويح. ليس جلاسي ايضا نلقاه اساسي، حسين الراقد وفوسيني كوليبالي كلاعبي ارتكاز، وثنائي في محور الدفاع شمس الدين الذوادي وعلي المشاني. هذه اختيارات وخيارات المدرب عمر السويح في هذه المباراة. ستعود الكرة لحسين الراقد بمخالفة للترجي، ترجع لشمس الدين الذوادي، شمس الدين الذوادي فوسيني كوليبالي، كوليبالي وصل لحسين الراقد، الضغط من يوسف امبنجي، تبقى الكرة ادمر جيبي يوصلها في الجهة اليمنى، لكن تعود للترجي. تبقى الكرة، محاولة يلعب واحد اثنين ما توصلش، كرة كوليبالي تقطع من دفاع من خالد الهماني، تبقى من إدريس المحيرسي، ترجع الكرة لياس جلاسي في بناء العملية الهجومية للترجي. لياس جلاسي ما لقاش الحلول، يرجع بالكرة التالي لعلي المشاني، علي المشاني لشمس الدين الذوادي، شمس الدين الذوادي علي المشاني أيضا يعود لتشكيلة الترجي مكان محمد علي يعقوبي في هذه المباراة. يعود لتشكيلة الترجي في المحور مع الذوادي، علي المشاني ضد فريقه السابق، ضد الفريق الأم بين الوسادة والولادة، لمن ستكون الكلمة ولمن ستكون الغلبة؟ آدم أرجيبي، قلت حوار أكثر من ثنائي وأكثر من حوار غير مباشر بين لاعبين تقمصوا أزياء الفريقين، كانوا بالأصفر والأسود والآن بالأحمر والأصفر، ولاعبين كانوا بالأحمر والأصفر والآن بالأسود والأصفر. ترجع كرة علي المشاني، مشاني وصل لشمس الدين الذوادي، شمس الدين الذوادي يبحث عن المساندة، الكرة في العمق، يحاول يلعب الكرة الطويلة في اتجاه ثمجويني، لكن يقرأ اللعب مدافع السيابي في العملية الأخيرة خالد الهماني. تبقى الكرة للترجي، توصل هيثم الجويني بعملية فنية، وصلها لياس الجلاسي لكن تقطع، تبقى وتخرج كما جات من نفع جبالي عالية. يوسف مبنجي يروض مبنجي والضغط من ثوادي، وتبقى الكرة للترجي، شمزين ثوادي يحاول يروغ على طريقة القلب الهجوم، تبقى الكرة ترجية، وفي الأخيرة المخالفة بصفيرة سليم بالخواص. المخالفة للترجي في مناطق النادي رياضي البنزرتي، الترجي قاعد ضاغط في مناطق النادي رياضي البنزرتي مع كرة أولى على الصورة ليس جلاسي، قلت مع كرة أولى خطيرة، أخطر الكرة تقريبا كانت من هيثم الجويني في العمق، وكانت مطالبة بضربة جزاء، وسليم بالخواص يأمر بمواصلة اللعب في أولى الكرة. مرفوعة الكرة، أحمد ساسي بفنياته المعتادة، أحمد ساسي بعد تجربة في ألمانيا مع فريق هوفنهايم. ترجع الكرة والمخالفة لإدريس المحيرسي، يعرفوا بعضهم جيدا طبعا، لعبوا في الأصناف الشابة، أحمد ساسي لعب في الترجي في الأصناف الشابة، وقلت حوار أكثر من ثنائي ويتحصل على البطاقة
الصفراء أحمد ساسي في العملية الأخيرة يتحصل على البطاقة الصفراء في الكرة الأخيرة. قلت أكثر من لاعب يعني علي المشاني من جانب الترجي، إيهاب المباركي، أدم رجيبي يلعب ضد فريقهم السابق النادي رياضي البنزرتي، حمدي القصراوي، سيف الله حسني، صديق الماجري، أحمد ساسي، شادلي غراب، يعني كلهم أيضا ملاعبية ينتمون للنادي رياضي البنزرتي حاليا. وحذاري، هذه كرة خطيرة على دفاع النادي رياضي البنزرتي، وخطيرة الكرة الأخيرة طبعا، حذاري من جانب دفاع السيابي اللي كاد يلعب بالنار في هذه العملية وكاد يستغلها مهاجم الترجي إدريس المحيرسي. هذه الكرة الأخيرة يعني أنقذ الموقف بالنسبة لدفاع النادي رياضي البنزرتي في العملية الأخيرة. حمزة المثلوثي، الركنية للترجي الرياضي التونسي، والضغط من جانب الأحمر والأصفر، مرفوعة الكرة تمر أمام الأقدام توصل يوسفان بنجي، بنجي والمتابعة من حسين الراقد، بنجي خرجت كرته سبقها برشا، يعني قلت حوار أكثر من مباشر، سميت حمدي القصراوي موجود في المرمى، سيف الله حسني، يعني صديق الماجري، أحمد ساسي، شادلي غراب، كلهم ينتمون حاليا للنادي رياضي البنزرتي، لكنهم سبق وأن حملوا الألوان الصفراء والحمراء. في المقابل كما قلت علي المشاني، هاب المباركي، ادم رجيبي، على ذاك مباراة فيها حوارات غير مباشرة وحوارات ثنائية بين اللاعبين وبين الإطار الفني أيضا. عمر سويح من جهة وسفيان الحدوسي في الجهة المقابلة، ترجع كرة للنادي رياضي البنزرتي، تخرج كما جات من الدفاع عالية، البحث عن المهاجم إبارا برانس صاحب الهدف الوحيد في اللقاء السابق للسيابي ضد الترجي رجيس، إبارا ومع علي المشاني يخلي كرة تخرج ضربة مرمى للترجي، برانس إبارا، قلت هدف السيابي في الجولة الفارطة بهدف وحيد لكنه لم يكن ثمين بعد أن عدل الكفة بوشنيبة للترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع كرة في مباراة كان بطلها الحارس حمدي القصراوي، ترجع كرة من إلى سجلاسي لحسين الراقد، حسين الراقد الكرة للترجي أرضية، إدريس المحيرسي يلعب مع حسين كوليبالي، يوصل الحسين الربيع على الجهة اليسرى، لم يلتحق بالكرة، لم يلتحق بالكرة، طول عليه كانت حسين الربيع، تخرج تماس للنادي رياضي البنزرتي. التنفيذ سيكون من الظهير الأيمن حمزة المثلوثي في تنفيذ التماس للسيابي، السيابي بالأزياء البيضاء والسوداء في هذه المباراة في ملعب رادس. ترجع كرة عالية في مرة أولى وثانية بالرأس علي المشاني ثم حسين الربيع، الربيع ويعود بالكرة للوراء مباشرة للحارس علي جمل، علي جمل الذي أخذ مكان معز بن شريفية منذ المباراة السابقة، وعلي جمل لحد الآن يبلي البلاء الحسن، أحسن خلف لي أحسن سلف إلى حد الآن طبعا بالنسبة للترجي. ترجع كرة من دريس المحيرسي اللي يسجل سيد مرجيبي، تخرج من دفاع النادي رياضي البنزرتي، ترجع لشمس الدين الذوادي مباشرة لعلي المشاني، علي المشاني وصلها لفوسيني كوليبالي، كوليبالي ينتظر المساندة، يرجع بالكرة للوراء، يعود بالكرة للوراء، توصل فوسيني كوليبالي، ونشوف الحبيب ميتي قاعد يقوم بالحركات الإحمائية، قد يكون تغيير مبكر اضطراري بالنسبة لسفيان الحدوسي. حسين ربيع الكوليبالي، كوليبالي تقطع الكرة لكن تبقى ترجي حمراء وصفراء، توصل لدمر جيبي، رجيبي يوصلها لياس جلاسي، جلاسي يهرب على مبينجي، يضيع كرة جلاسي لكن يعطيه المخالفة سليم بالخواص قريب من العملية، وهذا بلال السعيداني إصابة في الاحتكاك الأخير مع فوسيني كوليبالي. تبقى الكرة، التسديدة من دريس وحمدي القصراوي على مارتين، وليكن الهدف الأول، أولى هدف المباراة، أولى هدف المباراة، دوزيام بال، دوزيام بال، والقناص، القناص، القناص هيثم الجويني يمضي، أولى هدف المباراة، أولى هدف المباراة للترجي التونسي. كانت كرة من دريس المحيرسي قوية، الأولى من حمدي القصراوي، دوزيام بال في المتابعة، في المتابعة، في المتابعة، يبقي يعني هيثم الجويني يضع الكره في شباك السيابي ويمضي لهدف المباراه للترجي التونسي. هدف مقابل صفر، تتغير المعطيات منذ دقيقه 14، 1-0 للترجي امام السيابي في مباراه قلنا تلوح مشوقه، تلوح حماسيه الى بعد الحدود. تتغير المعطيات اذا في دقيقه 14 من كره رجعت من حمدي القصراوي أمام هيثم الجويني الذي لا يرفض الهدية ويمضي أولى الأهداف الترجية في هذه المباراة. تعود الكرة لعلي جمل، مباراة تلوح واعدة إلى حد الآن، يعني كرة كانت تبدو سهلة، حمدي القصراوي على مرتين والمتابعة
المتابعة من هيثم الجويني. هيثم الجويني الذي أمضى على هدف المصالحة مع الجمهور منذ الأسبوع الفارط أو اللي قبله، لكن إلى حد الآن هيثم الجويني يؤكد، والمعنويات هامة جدا للاعب كرة قدم، خصوصا إذا كان يملك إمكانيات فنية ومهارات. هذه كرة من دريس المحيرسي، المحيرسي حاول يمر لكن تقطع من سليمان كشوك، تقطع الكرة، تبقى للنادي الرياضي البنزرتي. نادي الرياضي البنزرتي اللي بريناش في الهجوم إلى حد الآن. نادي البنزرتي قبل لعب وقبل هدف كان من تسديدة بعيدة من دريس المحيرسي لم يحسن إعادتها وصدها حمدي القصراوي، وكان في المتابعة هيثم الجويني اليوم ذا أول أهداف الترجي في هذا اللقاء. إدريس المحيرسي توصل الكرة، محاولة المرور منها لياس الجلاسي لكن تقطع من دفاع النادي الرياضي البنزرتي. سليمان كشوك، عالية كورته، البحث عن برانسي بارا، ماخذاش كورته بالراس مع علي المشاني. تقطع الكرة، تعود، تبقى دائما للترجي، والحبيب ميتي سيأخذ مكانه بعد قليل في تشكيلة السي بي. ترجع الكرة بالراس من طيب بن زيتون، في الحقيقة أسماء يعني مقارنة بالتشكيلة وال11 الملاعب اللي بداوا المباراة السابقة السبت اللي فات ضد الترجي الرجيس، غير سفيان الحيدوسي في تشكيلة السي بي. هذه الكرة الأخيرة والحوار بين طيب بن زيتون من اللاعبين الشبان في تشكيلة السي بي يدفع به سفيان الحيدوسي في هذه المباراة كأساسي. طيب بن زيتون ايضا نفع اجبالي اساسي في هذا اللقاء مقارنه باللقاء السابق. خالد الهماني ايضا كان على بنك البدلاء في الجوله الفارطه. يوسف امبنجي ايضا بدا به اساسي المدرب سفيان الحيدوسي. هذه تغييرات اطار فني النادي الرياضي البنزرتي في هذه المباراه السي بي التي تتاخر في هذا اللقاء لحد الان بهدف مقابل صفر في مباراه مواجله لحساب الجولة السابعة اياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة قلت قد لا تقبل القسمة على اثنين. الترجي يريد الانتصار، يريد تدارك نصف عثرة البقلاوة ويعني تجديد الخناق على الثنائي المتصدر النجم والسي اس اس. هذه تسديدة بعيدة دون عنوان من فوسيني كوليبالي تخرج ضربة مرمى للنادي الرياضي البنزرتي. على صورة فوسيني كوليبالي، قلت الترجي من أجل تجديد الملاحقة. الترجي في مركز ثالث ب 55 نقطة، ترجي في 22 مباراة ربح 18 مرة، انهزم في 3 لقاءات وتعادل في مناسبة وحيدة. ترجي خط هجومه سجل 43 هدف، يعني ثاني أفضل خط هجوم الترجي بعد النجم الرياضي الساحلي، بعد النادي الرياضي الصفاقسي. السي اس اس أحسن خط هجوم ب 45 هدف، والترجي ب 43 هدف، والدفاع، دفاع الترجي قبل 16 هدف، ثالث أفضل خط دفاع بعد النادي، بعد النجم الرياضي الساحلي، ورابع افضل خط دفاع. هذه كره يوسف امبنجي، حول المرور، المتابعه وشمس الدين الذوادي موجود، يسقط امبنجي ويقول له قوم سليم بالخواص في الكره الاخيره. ترجع ضربه مرمى للترجي التونسي وللحارس علي جمال. هذه الكره الاخيره والاحتكاك الاخير مع شمس الدين الذوادي. امبنجي ينظر للحكم لعله يسمع صافره، لكن سليم بالخواص قريب من العمليه يأمر بمواصلة اللعب ويمنح ضربة مرمى للترجي التونسي. قلت في 22 مباراة يعني ثاني أفضل خط هجوم بعد السي اس اس، سجل 43 هدف وقبل 16، 55 نقطة للترجي في المقابل. السيابي في مركز خامس في 22 مباراة. النادي الرياضي البنزرتي ربح 8 مرات، تعادل 6 مرات وخسر 8 مرات، يعني خط دفاعه قبل 13 خط هجوم وسجل 13 هدف، حصيلة ضئيلة، يعني أضعف خط هجوم في البطولة لحد الآن. وهذا ما يطرح أكثر من نقطة استفهام بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي اللي مش قاعد يماركي منذ جولات. هذه كرة خطيرة من إبرا في منطقة الجزاء، أحمد ساسي يرتكب المخالفة، أحمد ساسي في العملية الأخيرة. تضيع الكرة، قلت النادي الرياضي البنزرتي لم يجد حل لمعضلة العقم الهجومي الذي لزمه منذ جولات وجولات. تعاقبت أسماء المدربين على النادي الرياضي البنزرتي لكن لم يجدوا الحل للعقم الهجومي، يعني 13 هدف في 22 مباراة، حصيلة ضعيفة جدا بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. أضعف خط هجوم في المقابل الدفاع في أفضل حالاته 14 هدف فقط قبل، ثاني أفضل خط دفاع النادي الرياضي البنزرتي بعد النجم الرياضي الساحلي اللي ما قبل إلا 10 أهداف. السيابي ب 30 نقطة تطمع وتطمح للمركز الرابع لالتحاق بنجم المتلوي في قادم الجولات. مركز الرابع قد يكون مؤهل لإحدى المسابقات القارية أو الإقليمية. باش نرجع كرة للنادي الرياضي البنزرتي، ستعود من حمزة المثلوثي. كما قلنا واضح أنه العقم الهجومي المشاكل
في الخط الامامي تلازم حتى يوسف الزواوي طبعا الذي اشرف على الفريق مع نتائج طيبه، لكن التيار لم يكن يمر بينه وبين جمهور السيربي. مرفوع الكره في منطقه الجزاء ويخرج الحارس علي جمل، ترجع الكره بلال السعيداني، وصلها لاحمد ساسي، ساسي يفسخ الاول يبحث عن المسانده، وصلها الاباره في منطقه الجزاء، اباره يسدد والاستماته من علي البشاني في الاولى والثانيه، ودفاع الترجي يعاني والكره تعود للترجي، ترجع بصفيره سليم بالخواص، ترجع بصفيره سليم بالخواص في العمليه الاخيره. كانت خطيرة من جانب هجوم النادي الرياضي البنزرتي، سنعيد المشاهدة بالتأكيد. شوف الكرة كيفاش بدات من أحمد ساسي، التمرير ما فماش تسلل، كان مكسر لورجو شمس الدين الذوادي، ثم مرور إبارة برانس والتغطية الأخيرة كانت من الخنيسي، ترجع وتعود مخالفة للترجي التونسي. هذه الكرة الأخيرة الأولى والثانية من علي المشاني، والتدخل الأخير من حسين الربيع يقطع الكرة وينقذ الموقف بالنسبة للترجي. قلت انه يعني التيار لم يكن يمر بين يوسف الزواوي وجمهور السيابي، غادر الزواوي النادي الرياضي البنزرتي رغم انه النتائج كانت طيبه في العموم، وجاء سفيان الحدوسي، لكن الى حد الان يبحث عن الحلول، يبحث عن التوازن المفقود بالنسبه للنادي الرياضي البنزرتي في هذا الموسم، ولو انه نتائجه يعني ماهيش كارثيه، نتائج كي تشوف الترتيب يعني مركز خامس خلف الثلاثي التقليدي ونجم المتلاوي في مركز رابع بموسم استثنائي لابناء المناجم، يعني النادي الرياضي البنزرتي موسم ماهوش كاتاستروفيك، لكن جمهور السيابي يطالب باكثر من ذلك. ترجع كره للنادي الرياضي البنزرتي، ادم رجابي يفتح نحو ايهاب المباركي، مرفوعه في منطقه الجزاء، شويني بالراس ومهد في مره اولى، ودفاع في مره ثانيه، وحمدي القصراوي في مره ثالثه، حمدي القصراوي في مره ثالثه في اقتناص الكره. ترجع لحارس السيابي، طبعا حمدي القصراوي يعرف الترجي جيدا والترجي يعرف حمدي القصراوي، طبعا كما قلنا اكثر من حوار غير مباشر بين الوساده والولاده في هذه المباراه. ستعود الكره بمخالفه للنادي الرياضي للترجي التونسي، فيت حمزه المثلوثي رغم انه غير راضي على قرار سليم بالخواص. انتصف الشوط الاول الى حد الان، الترجي يتقدم بهدف وحيد لكنه ثمين، حمل توقيع هيثم الجويني منذ دقيقة 14 بعد كرة مرتدة من حمدي القصراوي، كانت تسديدة من جانب ادريس المحيرسي، لم يحسن التعامل مع حارس السيابي وكان موجود في الاقتناص هيثم الجويني. ترجع كرة شمس الدين الذوادي، يعود بالكرة للوراء علي المشاني، المشاني يفتح لكن مقطع الكرة كان يبحث عن ايهاب المباركي، مقطع الكرة ترجع لحسام الحاج مبروك، يوسف مبنكي، مبنكي مبنكي يراوغ بكوليبالي، مبنكي مبنكي يوصل الكرة حسام حاج مبروك على الجهة اليسرى، التوزيع في منطقة الجزاء، الذوادي موجود في قطع الكرة، شمس الدين الذوادي تعود لادريس المحيرسي، المحيرسي يرجع لها بالمباركي، المباركي للذوادي بلمسه واحده الفوسيني، كوليبالي يوصلها ل لياس جلاسي، ضيع كره لياس جلاسي، تقطع للسيابي لكن تبقى في مره اولى وثانيه، توصل لحسام الحاج مبروك، الحكم يامر بمواصله اللعب، حسام الحاج مبروك، حاج مبروك ينتظر المسانده، باش كومش يوصل الكره، فما زميله ملقى على ارضيه الميدان، بلال السعيداني، السعيداني يحافظ على كورته، السعيداني يهرب على حسين الراقد، السعيداني يربح المخالفه، الحكم يقول له العب، يرجع للمخالفه، سليم بالخواص يرجع للمخالفه، في انتظار اسعاف لاعب النادي الرياضي البنزرتي الملقى على ارضيه الميدان، في انتظار اسعاف لاعب السيابي. حامل قميص رقم 14 حمزه المثلوثي قاد النادي الرياضي البنزرتي. طبعا في القوانين الجديده هذه عاده للكره الاخيره، فما بعض القوانين التي سيتم تحويرها بالنسبه للفيفا وسيتم تطبيقها انطلاقا من اليورو القادم في فرنسا، يعني منها انه على غرار حارس المرمى اللاعب ينجم يتلقى الاسعافات على ارضيه الميدان، للحكم حق تقدير انه اللاعب يستحق انه يتلقى الاسعافات على في ارضيه الميدان من غير ما يحمل على النقاله ويخرج، وهذا تغيير اول بالنسبه للنادي الرياضي البنزرتي. دخول الشادي غراب، دخول الشادي غراب في تشكيله السيابي، حمل قميص رقم 11 الشادي غراب ياخذ مكان احمد ساسي، تغيير مبكر نسبيا. هذه الكره الاخيره والاحتكاك الاخير بنيران صديقه، بنيران صديقه يصاب حمزه المثلوثي، يخرج احمد ساسي ويدخل الشادي غراب، ننتظر احمد ساسي، لا يمشي يحكي مع سفيان الحيدوسي، يمشي يقول له نستنى، يقول له نستنى، واضح يقول له نستنى نشوف حمزه المثلوثي شنو هي حالته الصحيه، ينجم يكمل ولا لا، ومن بعد نقوم بالتغيير.
سفيان الحيدوسي يخير التمهل قبل أن يقوم بالتغيير في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي. مع منتصف هذا الشوط الأول يخرج حمزة المثلوثي لتلقي الإسعافات على حافة الميدان. المخالفة للنادي الرياضي البنزرتي خمسة دراج منذ انطلاق الفترة الأولى. ترجي تقدم بهدف هيثم جويني منذ دقيقة 14 والمخالفة للسيابي، وهذا التغيير سيتم في هذه اللحظات، سيتم في هذه اللحظات التغيير للنادي الرياضي البنزرتي. يخرج حامل قميص رقم 27، رقم 27 طيب بن زيتون، طيب بن زيتون يغادر، وشادلي غراب يدخل في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي. توجه هجومي بالأساس، توجه هجومي بالأساس، مرفوع الكرة في منطقة الجزاء، ترجع من دفاع الترجي، لكن قبل المخالفة الحسين الربيع، قبل المخالفة الحسين الربيع بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ظهير الأيسر. للترجي هذه الكرة المرفوعة الأخيرة والكرة الأولى، والمخالفة سليم بالخواص يأمر بها لدفاع الترجي. في انتظار طبعا تحدثت عن أرقام الفريقين، هي المباراة رقم 118 بين الترجي والسيابي. في الأثناء قاعد يقوم يتلقى الإسعافات في الميدان يقوم لباس حسين الربيع. قلت المباراة رقم 118 بين زوز فرق، الترجي ربح في 66 مناسبة، التعادل كان في 31 مناسبة، والسيابي ربح في 20 لقاء من جملة 118. هجوم الترجي في 118 المباراة سجل 168 هدف في لقاءاته ضد السيابي مقابل 73 هدف لنادي الشمال للنادي الرياضي البنزرتي. هذه بعض الأرقام، ولأني شخصيا لا أحبذ كثيرا الأرقام التي تشوش على الذهن وتشوش على الفرجة وعلى المتفرج، لكن فما ناس تعشق الأرقام والإحصائيات ولست من هؤلاء. ترجع كرة لسليمان كشوك توصل لحسام الحاج مبروك على الجهة اليسرى. حسام الحاج مبروك، حسام الحاج مبروك يشق الميدان بالعرض، لكن تبقى الكرة تقطع من ادم الرجيبي. ادم الرجيبي، ادم الرجيبي وصلها لهاب المباركي على الجهة اليمنى. يهاب المباركي بلمسة واحدة مع ادم الرجيبي ودريس المحيرسي، وصل الكرة هيثم جويني، يدور هيثم جويني، وكرة خطيرة فوق المرمى، فوق المرمى لياس جلاصي، ضيع الثاني، ضيع الثاني لياس جلاصي على الترجي. كانت خطيرة الكرة مخدومة، شوف كيفاش بدات من يهاب المباركي، يدور يدور هيثم الجويني ولياس جلاصي حاول التأطير، لكن كورته مرت فوق مرمى حمدي القصراوي. ضاع الثاني على دفاع او على هجوم الترجي الرياضي التونسي في هذه الكرة. ترجع بالرسم لعلي المشاني في مرة أولى وثانية. حسين الراقد، حمزة المثلوثي، أحمد ساسي، والمتابعة موجودة بالرأس من حسين الربيع، لكن التماس للنادي الرياضي البنزرتي. التفيذ من الظهير الأيمن، حمزة المثلوثي طويلة لأحمد ساسي وعلي المشاني قبل ما تخرج كرة. سليم بالخواص يقول المخالفة ضد أحمد ساسي، يقول المخالفة ضد أحمد ساسي في الحوار الأخير مع علي المشاني. ستعود الكرة للترجي الرياضي التونسي. هذه عادة للعملية الأخيرة، والكرة الضائعة على الياس الجلاصي. مدرب الترجي عمر صبيح في الندوة الصحفية البارح لسبقة المباراة قال وأنه سنجدد العهد مع الانتصارات أمام النادي الرياضي البنزرتي. قالوا أنه شعرنا بشيء من الندم بعد ما أفرطنا في الانتصار ضد البقلاوة، وبالتالي قالوا أنه يلزم نقوم بردة فعل في مباراة اليوم باش نقعدوا قراب من الفرق اللي ينافسوها على لقب. هذا أبرز ما تحدث عنه عمر صويح البارح في الندوة الصحفية، قال يعني نبهت على الملاعبية باش يحافظوا على تركيزهم ولعبها على حقيقة إمكانياتهم لتجديد العهد مع الانتصارات. ترجع كرة ليادم الرجيبي، يادم الرجيبي، يادم الرجيبي، كرة في هيثم جويني في العمق، هيثم جويني الثاني، هيثم جويني يحقق الثاني بإمداد من يادم الرجيبي. القناص، القناص، القناص هيثم جويني على طريقة بنزيما، على طريقة بنزيما. هيثم جويني يؤكد أنه مهاجم من طينة الكبار، يؤكد أنه مهاجم من طينة الكبار. عادت الثقة لهيثم الجويني فعاد للتهديف، عادت الثقة لهيثم الجويني فعادت معه النتائج، وعادت الثقة لهيثم الجويني فعادت معه النجاعة. هذه كرة بالإكسترير دو بي بصنعة كبيرة، بصنعة كبيرة، بصنعة متاع ملاعب كبير. هيثم الجويني يمضي الهدف الثاني للترجي، 2-0 للترجي أمام السيابي بعد نصف ساعة لعب. يعني هدف ثاني للترجي الرياضي التونسي، هدف تأكيد أمام نادي بنزرتي
قاعد يبحث عن الحلول أمام نادي البنزرتي يعاني في محور الدفاع، أمام نادي الراذي البنزرتي اللي قاعد يبحث عن التوازن في الخط الخلفي مع ملاعب يلعب في العمق في محور الدفاع اسمه هيثم الجويني. الهدف الثاني للترجي التونسي بإمضاء هيثم الجويني. طبعا حكيت على دفاع النادي الراذي البنزرتي وحكي عليه سفيان الحيدوسي في الجولة الفارطة، حتى في تصريحه في برنامج الأحد الرياضي سفيان الحيدوسي قال يلزم بعض التروشيك على مستوى الدفاع، لكن إلى حد الآن يعني هيثم الجويني خليني نقوله في فسحة مرح في محور دفاع النادي الرياضي البنزرتي. هيثم الجويني خلى دفاع النادي الرياضي البنزرتي يعاني في هذه الكرات، ويعني وقت يلعب لاعب في العمق قاعد يتقلق برشا دفاع السيابي ولم يجد الحلول إلى حد الآن مثل ما لم يجدها في الخط الأمامي. هذه الكرة الأخيرة وهذه كرة تدمر جيبي والمداد الذكي، شوف في محور دفاع قاعد ياخذ في الكرة يعني في ظهر المدافعين، أين هم مدافعو السيابي؟ هذه الكرة الأخيرة سوء تفاهم يعني شوارع في محور دفاع النادي الراذي البنزرتي، وكان الهدف الثاني أمام مهاجم لا يرحم، أمام مهاجم استعاد الثقة في الإمكانيات فعادت معه النجاعة وعادت معه الأهداف وعادت معه المصالحة مع جماهير الترجي. مرة أخرى الامداد من نادي مرجيبي، ومرة أخرى من زاوية أخرى الكرة بالإكسيرير دو بي يغالط حمدي القصراوي ويمضي ثاني أهداف الترجي في هذه المباراة، هدف يخلي الترجي يلعب راحة كبيرة ويخلي النادي الراذي البنزرتي يبحث عن العودة في المباراة، ويخلي سفيان الحيدوسي يبحث عن التوازن المفقود ويبحث عن الحلول دفاعا وهجوما، لأنه بصراحة في الخط الأمامي ما يوجعش النادي الراذي البنزرتي وما قلقش برشا دفاع الترجي والحارس علي جمل. مرفوع الكرة في منطقة الجزاء، برانسي برا شاد الغراب في القامة الثانية البحث على شكون خرج الميدان. ضربة مرمى للترجي ونحن تجاوزنا نصف ساعة لعب في هذا الشوط الأول. الترجي يتقدم بثنائية هيثم الجويني، بعض الأوراق التي يمكن أن يدفع بها المدرب سفيان الحيدوسي على دكة البدلاء بعد أن دفع بالشادلي غراب منذ قليل، لكن الشادلي غراب تخل منه والسيابي قبل هدف ثاني منه، وبقيت ورقات أخرى لسفيان الحيدوسي طبعا في قدم الدقائق قد يقحمها على غرار لحبيب ميتي وأيضا جاسر الحمدوني، يوسف الطرابلسي، سيف الحسني، صديق الماجري، زوز في الدفاع. ترجع كرة مخالفة للنادي الراذي البنزرتي، تعود بمخالفة في سيناريو طبعا مريح جدا لعمر سويح بعد نصف عثرة الجولة الفارطة ضد البقلاوة في باردو. عمر سويح يعرف أنه أي عثرة أخرى قد تكلف الفريق غاليا. ترجع كرة في العمق، يوسفان بنجيفا مراي من المساعدة الأول، يرفع الراية زياد الضويوي، يرفع الراية في الكرة الأخيرة. لحد الآن ما لقاش الحلول حتى من خلال محاولات وتوغلات يوسف مبنجي وأيضا برانسي برا أمام منافس واضح أنه يعتمد الهجوم بالأساس في هذا اللقاء، ويعرف أنه ثلاثة نقاط أكثر من هامة. هذه الارتماء الأخيرة الرشيقة والأنيقة من علي جمل طبعا اللي ياخذ مكان ويؤكد جدارته بحراسة أخشاب الترجي في غياب معز بن شريفية. ترجع الكرة والمخالفة ضد هيثم الجويني المرة هذه، ستعود الكرة للترجي الرياضي التونسي. كما قلنا ونذكر أنه الترجي تقريبا الجماهير موجودة في المدارج المكشوفة في البلوز، الفيراج مغلق للصيانة على ذاك اللي عندهم ليزابونمون شراكات في البلوز في الفيراج، يعني كانوا خذوا تذاكر خاصة بالبلوز لمشاهدة هذه المباراة خصوصا بعد الأحداث الأخيرة في المباراة الأخيرة بالنسبة للترجي والأحداث بين الجروبات اللي نرجو أن لا نعيد مشاهدتها، يعني وحتى مجموعات الترجي كانت قررت تعليق نشاطها وهذه نقطة تحسب لها، يعني بعض المجموعات كما مجموعات يعني يعني عديد المجموعات الجروبات اللي كانت في مدرجات الترجي بعد الأحداث اللي صارت في المباراة الأخيرة قررت تعليق نشاطها يعني حتى تهدأ الأمور وحتى يعني لا نعيد مشاهدة
يعني احداث مثل التي رايناها في اللقاء الاخير اللي استقبل فيه الترجي هنا في ملعب رادس. تعود الكره للترجي التونسي من خلال ايهاب المباركي على الجهه اليمنى، لكن تقطع للنادي الرياضي البنزرتي، تقطع للسي بي من احمد ساسي، يوصلها الكره بلمسه واحده توصل إبارة لكن ما وصلتش كورتو لحمزه المثلوثي، تقطع الكره للترجي تمشي لحسين الربيع وهيثم الجويني، الجويني طول كورتو يوصلها لادريس المحيرسي، الحكم يامر بمواصله اللعب، ترجع ليس جلاسي، جلاسي ما ريناش برشا، الحاضر الغابي لحد الان في هذه المباراه، ادريس المحيرسي ثم ادم رجيبي فوسني كوليبالي، كوليبالي يوصلها لليمين وين موجود ايهاب المباركي، يرجع بالكره لشمس الدين الذوادي، صمام الامان وبرج المراقبه في محور دفاع الترجي. تعود الكره لحسين الراقد، دريس المحيرسي، المحيرسي تقطع من سليمان كشوك ثم بلال السعيداني يستميت يوصلها لاحمد ساسي، ساسي يهرب يدور بكورتو لكن فويساني كوليبالي، كوليبالي لدريس المحيرسي، دريس المحيرسي توصل لياسا جلاسي، جلاسي طلب الكره على الجهه اليسرى توصل لادم رجابي، يرجع لجلاسي، جلاسي حاول التسديد لكن بنزلاقيه، بنزلاقيه والحكم يقول مخالفه، بنزلاقيه احمد ساسي لكن الحكم يمنح المخالفه لمتوسط ميدان الترجي على الصوره. هذه الكره الاخيره من احمد ساسي والمخالفه للترجي في انتظار التنفيذ. قلت مباراه الذهاب كانت 3-1 للترجي بين الفريقين، كانت في ملعب 15 اكتوبر بالبنزرت باداره الحكم هيثم القصعي. ثلاثيه حمل توقيع فخر الدين بن يوسف الغاب عن هذه المباراه، طايسين الخنيسي والياس جلاسي مقابل هدف واحد من حمزه المثلوثي. في المقابل الموسم اللي فات ذهابا في ملعب 15 اكتوبر نادي الرياضي البنزرتي كذلك خسر 3-1 ضد الترجي، وايابا ربح في ملعب خسر ايضا في ملعب المنزه، يعني خسر ذهابا وايابا في الاياب في المنزه، خسر 1-0 بهدف احمد لعكيشي. لعكيشي الموسم الفارط بازياء الترجي وهذا الموسم هداف مع النجم الرياضي الساحلي. المخالفة للترجي، لياس الجلاسي موجود، لياس الجلاسي في تنفيذ الكرة جانبية مرت، كاد يباغت حمدي القصراوي، مرت جانبية للقامة الأيمن للحارس حمدي القصراوي، ضاعت الكرة على لياس الجلاسي والترجي يتقدم بثنائية نظيفة هنا في اللقاء الموجه لحساب الجولة السابعة ياب لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم لمن التحق بنا في المباشر على الوطنية الأولى، يعني دفعة ثانية من اللقاءات في انتظار الجولة القادمة وتواصل البطولة بين ساق ماراتوني، والمتابعة كالعادة على التلفزة الوطنية التونسية بقناتي الأولى والثانية كما عودتكم دائما في متابعة لأبرز المباريات محليا وقاريا. علي جمل في حديثه مع محور الدفاع ومع جدار الدفاع بالنسبة للترجي في هذه المخالفة من حمزة المثلوثي مرفوعة ترجع بالرأس من حسين الربيع، تبقى الكرة فوسيني كوليبالي، كوليبالي قبل ما تخرج يحاول يلعب مع دريس المحيرسي، يسقط دريس ويربح المخالفة، يربح المخالفة بعد الحوار مع حسام الحاج مبروك ظهير الأيسر للنادي الرياضي البنزرتي، ولأنه حسام الحاج مبروك هذه الكرة الأخيرة مع نفع جبالي، كان الحوار مع نفع جبالي ليرجع أساسي في هذه المباراة. ستعود الكرة للترجي لشمس الدين الذوادي والترجي يتقدم بثنائية نظيفة. تعود الكرة لعلي المشاني في محور دفاع الترجي، علي المشاني لشمس الدين الذوادي، شمس الدين الذوادي ينتظر المساندة، شمس الدين الذوادي يرجع بالكرة للوراء، الذوادي يعرف يعني كيف يخرج الكرة، يعني من المدافعين اللي ما يطيشوش كرة يعرفوا كيفاش يخرجوها بنظافة. المخالفة لعلي المشاني في انتظار ذلك، الانظار لبرانس بارا، برانس بارا مهاجم السي بي، برانس كان اميرا، كان برانس في لقاء الجوله الفارطه ضد ترجي الجيس وسجل هدف لكنه الى حد الان يعني نائم، برانس بارا يعني اقل من امير، ما عرفش شنو الرتبه اللي اقل من امير، الى حد الان برانس بارا خارج الموضوع بالنسبه لهجوم النادي الرياضي البنزرتي. في انتظار اسعاف علي المشاني لاعب النادي الرياضي البنزرتي، نادي الرياضي البنزرتي كما قلنا اللي عنده بعض المشاكل على مستوى توتر العلاقة نسبيا، التيار لا يمر بين الجمهور أو فئة من الجمهور خليني نقول، هذا محمد أمين النبزي، سعد بكير والبقية، طه ياسين الخنيسي هدف الترجي وبقية بدلاء الترجي وركيعي، يعني الرصيد البشري الثري بالنسبة لابن عمر السويح والجمهور، جمهور الترجي موجود في المدرجات
موجود، ما نلقاوش في الفراج لكن نلقاه في الجراندا ونلقاه في البلوز من أجل مد يد المساعدة لفريقه وهو في أمس الحاجة ليه في مثل هذه المواعيد وفي مثل هذه الأمسيات الرياضية، خصوصا أن الفريق يطمح لتجديد الملاحقة ويطمح يعني الإبقاء على أمل الحصول على لقب البطولة مع سي اس اس والنجم الرياضي الساحلي. ولأنه الثلاثي يعني تأكد وهي لأول مرة تقريبا في تاريخ كرة القدم التونسية ثلاثة فرق يعني منذ الجولة السابعة تأكدت أنها باش تلعب المسابقات الإفريقية. أتحدث عن النجم الرياضي الساحلي، عن النادي الرياضي الصفاقسي وعن الترجي الرياضي التونسي. ترجع كرة للنادي الرياضي البنزرتي، قلت هي أولى في تاريخ البطولة قبل سبع جولات من نهاية الموسم، وحسابيا النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي والترجي في المسابقات الإفريقية لموسم 2017. يعني تهنيوا هذا الثلاثي على المسابقات الإفريقية في أثناء يعني يعرفوا الترتيب متاعهم، باش يعرف كل واحد وين باش يلعب في الكاف ولا في الشامبيونز ليج. في انتظار صاحب المركز الرابع، هذه الكرة الأخيرة والتدخل الأخير من علي المشاني، قلت في انتظار المركز الرابع اللي باش يكون فيه تنافس شديد بين نجم المتلوي والسيابي في الملاحقة. المتلوي ب 34 نقطة، السيابي 30، مستقبل المرسى أولمبيك سيدي بوزيد ب 27. ترجع الكرة ركنية للنادي الرياضي البنزرتي من حسام الحاج مبروك، حسام الحاج مبروك مرفوعة في منطقة الجزاء بالراس، التدخل تبقى الكرة أحمد ساسي، رجعت الكرة تمهيد لسليمان كشوك بالراس، مرت الكرة الأخيرة في العملية أمام خالد الهماني، تبقى للسيابي قبل ما تخرج، هل يلتحق بالكرة حسام الحاج مبروك، غادرت الميدان، خرجت الكرة تماس للترجي. حسام الحاج مبروك يدعم كثيرا الخط الأمامي حتى في المباراة السابقة يعني اللي شاهدتها بين سيابي وترجي رجيس، يعني حسام الحاج مبروك كان يساند كثيرا الخط الأمامي، كان يصعد كثيرا من الجهة اليسرى، وهو الذي كان ملازما لبنك البدلاء في الفترة السابقة مع إشراف المدرب يوسف الزواوي. لكل مدرب خياراته طبعا واختياراته، لكن يعود حسام الحاج مبروك. حسام الحاج مبروك اللي برشا كلام تقال، يعني ربما فما جس نبض ربما من النادي الرياضي الصفاقسي، خصوصا أن المدرب شهاب الليلي يعرف جيدا هذا اللاعب، وخصوصا بعد نجاح صفقة انتقال مصعب ساسي إلى نادي عاصمة الجنوب. لكن لحد الآن ما فما حد شيء رسمي نعرفه، سي اس اس كان حسب آخر الأخبار وقع عقد مبدئي مع الظهير الأيسر للنادي الرياضي لحمام الأنف فهمي بن رمضان، من أفضل اللاعبين في مركزه فهمي بن رمضان. طبعا كما قلنا آخر الأخبار تقول أنه وقع عقد مبدئي مع هذا اللاعب اللي يوفى عقده مع نادي حمام الأنف بنهاية شهر جوان القادم. ترجع كرة للترجي، حسين الراقد مرت الكرة الجانبية، كاد يكون الثالث للترجي. حسين الراقد بكرة أرضية زاحفة قريبة من القائم الأيمن، مرت رويدا الكرة لمرمى حمدي القصراوي أمام دفاع السيابي يكتفي بالمتابعة. شوف خذا كرة ركح كورته وسدد، ودفاع السيابي يتفرج، يعني مثل ما أكد ذلك سفيان الحيدوسي في تصريحاته الأخيرة، في حاجة للتروشيك دفاع النادي الرياضي البنزرتي إذا أراد أن يذهب بعيدا. ترجع كرة حمزة المثلوثي يدخل منطقة الجزاء، المثلوثي والمتابعة من يد مرجابي، حمزة المثلوثي يوزع في منطقة الجزاء، تخرج من علي المشاني، علي المشاني خرج كورته تعود، لكن تبقى للترجي فوسيني كوليبالي يبحث في العمق عن هيثم جويني، لكن المتابعة من خالد الهماني. هيثم جويني يعني قاعد يقلق برشا في محور دفاع السيابي، يعني بثقل الهجومي قاعد يرزم برشا بلغت الكرة على دفاع السيابي. تعود الكرة من بلال السعيداني مع أحمد ساسي، بلال السعيداني أمام يوسف أمبنجي، يوسف أمبنجي يفتح نحو حسام الحاج مبروك، حسام الحاج مبروك البحث عن شادلي غراب ضد فريقه الذي انتدبه ثم أعاره، شادلي غراب يحاول يمر، سبق كورته برشا، ضاعت ضربة مرمى للترجي، ضربة مرمى للترجي مع الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط. الترجي يتقدم بأسبقية وبثنائية مطمئنة إلى حد الآن، بثنائية نظيفة، حمل التوقيع هيثم الجويني في دقيقة 14 وفي دقيقة يعني 30 تقريبا، وحمد المد بيتابع رئيس الترجي هذه المباراة، وبطبيعة الحال يريد ويأمل أن ينهي الترجي هذه المباراة بثلاث نقاط تخليه يطمح
لقب البطولة ويتدارك نصف عثرة البقلاوة في الجولة الفارطة. ترجع كرة من سليمان كشوك خارج الميدان، التماس للترجي الرياضي التونسي، والوقت البديل سيكون زوز دقائق حسب اللوحة الإلكترونية للحكم الرابع عز الدين الشعباني. دقيقتين وقت بديل، دقيقتين وقت بديل. شكرنا دفاع نادي الرياضي البنزرتي، قلنا يعني ثاني أفضل خط دفاع مقبل إلا 14 هدف قبل هذه المباراة، ثاني أفضل خط دفاع بعد النجم الذي الساحلي اللي مقبل إلا 10 أهداف، لكن هذا الدفاع إلى حد الآن في مهب الريح، يعاني إلى حد الآن دفاع النادي الرياضي البنزرتي ولم يجد التوازن منذ الجولة الفارطة. ترجع كرة من جانب بيهب لمباركي، لمباركي يلعب مع ادريس المحيرسي في منطقة الجزاء، تخرج من جانب خالد الهماني، يوسف امبينغي يضيع كرة ويرتكب المخالفة، حتى يوسف امبينغي تحسه خارج الموضوع، مش هذا امبينغي اللي نعرفوه، مش هذا يوسف امبينغي اللي اعتبره شخصيا من احسن او احسن لاعب ارتكاز او احسن بيفو او احسن متوسط ميدان، يعني وين تحطه يلعب يوسف امبينغي، ومن احسن الاجانب اللي يلعبوا في بطولتنا. يوسف امبينغي ابتعد عن التشكيله في الجوله الفارطه على البنك واليوم اساسي، لكن ليس بهذا المردود يوسف امبينغي. ترجع كره مرفوعه في منطقه الجزاء بالراس، ينقذ الموقف ابارا برانس، يرجع الهجوم للنادي الرياضي البنزرتي، احمد ساسي والمتابعه من جانب حسين الراقد والمخالفه للنادي الرياضي البنزرتي. حكيت على النادي الرياضي البنزرتي، قلت وانه يعني بعض الامور بالنسبه للسيابي على مستوى التوتر العلاقه مع يعني الهيئه المديره، ربما بعض المناوشات، ربما بعض الاحتجاجات من فئه من جماهير النادي الرياضي البنزرتي. هذه كره من شادلي غراب، شادلي غراب يحاول المرور وموجود حسين الراقد في مره اولى وثانيه في قطع الكره والتدخل من حمزه المثلوثي، لكن تخرج الكره الاخيره من جانب اللاعب الياس جلاسي وتاتي صفيره سليم بالخواص، لكن قبل ما تجي صفيره سليم بالخواص تبقى الكره للنادي الرياضي البنزرتي او للترجي في محاولات اخيره قد تاتي بعدها صفيره سليم بالخواص، وبالتاكيد تاتي صفيره سليم بالخواص لتامر لاعبي الفريقين بالالتحاق بحجرات الملابس. بتقدم الترجي بثنائيه نظيفه، حمل التوقيع هيثم الجويني في هذا الشوط الاول، الترجي يحقق المهم بثنائية نظيفة، والنادي الرياضي البنزرتي برشا حاجات في حاجة للمراجعة والتروشيك في فترة ما بين الشوطين، وللحديث بقية مع انطلاق الشوط الثاني في هذا اللقاء بين الترجي والسي ا بي. هذه الفترة الأولى بالأرقام، وبالتأكيد سنعود إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني، لا تذهبوا بعيدا على الوطنية الأولى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نجدد التحية رمز القاية وحييكم من ملعب رادس قبيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة الترجي الرياضي التونسي النادي الرياضي البنزرتي اللي ترى الجولة السابعة هي بلبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، وثنائية نظيفة للترجي أمام السي ا بي. حمل التوقيع هذا المهاجم هيثم الجويني يضرب بقوة في هذا اللقاء بهدف أول في الدقيقة 14 بامداد وبتسديدة من هيثم الجويني من جانب ادريس المحيرسي، دوزيام بالو في المتابعة، وفي الثانية كذلك على طريقة القناص وعلى طريقة الهدف الكبير بصنعة كبيرة يمضي الهدف الثاني للترجي بامداد من ادم الرجابي. الترجي يتقدم بثنائية نظيفة في هذا الشوط في انتظار معطيات وفي انتظار تغييرات الشوط الثاني لنرى ماذا سيغير سفيان الحدوسي في هذا الشوط، وماذا كان حديثه مع اللاعبين في حجرات الملابس، والترجي التونسي كيف سيحافظ على هذه الأسبقية أو كيف سيدعمها. نذكر بالتشكيلتين لمن التحق بنا في المباشر على الوطنية الأولى في هذا اللقاء المؤجل. الترجي علي جمال في المرمى، وتغيير أول بالنسبة للسي ا بي بخروج حمل القميص رقم 25 نفع جبالي ودخول الحبيب ميتي في ثاني تغييرات سفيان الحيدوسي. نبداو بتشكيلة سي ا بي مثالش مع تغيير النادي البنزرتي، حمدي القصراوي في المرمى، حمزة المثلوثي، حسام الحاج مبروك، سليمان كشوك، طيب بن زيتون كان خرج في الشوط الأول وترك مكانه لشادلي غراب، بلال السعيداني، خالد الهماني، يوسف امبينغي، أحمد ساسي، وبرانس إبارا، وكما قلنا خرج منذ قليل نفع جبالي.
بتغييرات وكوتشينج لسفيان الحدوسي علّه يعود في المباراة. نعرف الشوط الأول أشواط اللاعبين والشوط الثاني شوط المدربين مع التغييرات، هذه مقولة في كرة القدم لكنها مش 100% صحيحة، لأنه يوم المباراة يقف دور المدرب في إعطاء التعليمات، خدمته تقف في آخر حصة تدريبية، نهار المباراة ذراعك يعلف، الملاعبية هما اللي يجيبوا الطرح والملاعبية هما اللي خسروا مدرب. وعلى الصورة كان أوري كاسبر جاك مع حاتم الميساوي يتابع هذه المباراة، وبالتأكيد يعني في مستوى مش كبير برشا، ربما أوري كاسبر جاك يتابع بعض الأسماء في انتظار عودة المنتخب للنشاط في جوان القادم من خلال التصفية الإفريقية. حكيت على تشكيلة السيابي، يلزمني نكمل تشكيلة الترجي. علي جمال في المرمى، إيهاب المباركي، حسين الربيع، شمس الدين الذوادي، علي المشاني، حسين الراقد، فوساني، كوليبالي، إدريس المحير، سيد مرجابي، الياس الجلاصي، وهيثم جويني. والحكم هو سليم بالخواص، والترجي يتقدم بثنائية. واليوم الدفعة المؤجلة من لقاء الجولة 7 إياب بدأت بلقاء الإفريقي والملعب الجيبسي، مباراة ما كملتش، مباراة على الوطنية الثانية ما كملتش طبعا، و3-1 كانت توفيت للنادي الإفريقي لكنها توقفت قبل نهايتها بسبب بعض الأعمال الشغب ربما، وبالتالي هذه المباراة الثانية ضمن الدفعة الثانية، لقاء ملعب رادس بين الترجي والسياب، المباراة الأخيرة بين النجم الرياضي الساحلي اللي يلعب في حدود الساعة 5:30 ضد الملعب التونسي. مباراة الترجي والسياب كما قلنا مباراة قلت قد لا تقبل القسمة على اثنين، لكن الترجي يعرف أنه عثرة أخرى بعد لقاء البقلاوة قد تكلفه الكثير أمام منافسين من الحجم الثقيل، يعني زلقة بفلقة قلتها ونعودها في الشوط الأول بالنسبة لمثل هذه المواعيد في جولات أخيرة، كأنها كل مباراة كأنها مباراة كأس، كل فريق يلعب الكل أوراقه ويريد أن ينتظر مفاجأة وعثرة قد تأتي وقد لا تأتي من المنافس المباشر. لكن إلى حد الآن كما قلنا سي اس اس ب 61 نقطة في الصدارة، لكن زايد مباراة على الزوز منافسين المباشرين اللي هما النجم والترجي. النجم كما قلت يلعب 5:30 ضد البقلاوة، إذا يربح يستعيد المركز الأول، يولي في رصيده 62 نقطة فارق نقطة على السي اس اس، والترجي إذا يربح اليوم يولي 58 ويشدد الملاحقة في انتظار معطيات وتغييرات وتطورات الترتيب من جولة إلى أخرى، يعني هي جولة إتشكوكية من جولة إلى أخرى وبطولة إتشكوكية، يعني من جولة لأخرى فريق يكون لوطة تلقاه الفوق وفريق يكون الفوق تلقاه لوطة. وكما قلنا ذراعك يعلف في مثل هذه المواعيد وفي مثل هذه الوضعيات بالنسبة للترتيب. ترجع كرة بعد المخالفة وهذا الحوار بين الياس الجلاصي وسليمان كشوك، المخالفة ترجع كرة للنادي الرياضي البنزرتي اللي بالتأكيد ما عادش عنده ما يخسر، يعرف سفيان الحدوسي أنت خاسر 1-0 ولا 2-0 يعني الأمر سواء، يعني يعرف. وبعد التغييرات بعد شاد الغراب في الشوط الأول رينا الحبيب ميتيك يدخل في الشوط الثاني، وواضح التهجم التوجه الهجومي بالنسبة للنادي البنزرتي في هذه الفترة الثانية، لأنه بصراحة في شوط أول السيابي ما وجعتش، في شوط أول السيابي كان تقريبا خارج الموضوع، في شوط أول تقريبا علي جمال كان في إجازة، وفي شوط أول النادي الرياضي البنزرتي لم يكن وفي لمردوده ولمستواه دفاعا وهجوما، حتى في الدفاع كما قلنا شوارع كانت مفتوحة، ودفاع السيابي كان يعاني في الشوط الأول أمام مهاجم يلعب في العمق بمهاجم يرزم برشا على المدافعين اسمه هيثم جويني. ترجع كرة للنادي الرياضي البنزرتي من حمزة المثلوثي والمتابعة من هيثم جويني، زوز حاملي القميص رقم 14 من هذا الجانب وذاك بين حمزة المثلوثي وهيثم جويني، تعود الكرة للترجي باش ترجع للظهير الأيسر في الكرة الأخيرة لحسين الربيع، حسين الربيع في تنفيذ التماس للترجي في هذه الأمسية الربيعية التي نرجو أن تكون رائقة هنا في ملعب رادس، أرضية ميدان متميزة جدا وطقس ربيعي يساعد على كرة قدم جيدة وفرجوية، لكن لحد الآن المستوى بصراحة حتى في الشوط الأول لم يرتقي لاسم ولعراقة ولأمجاد ولتاريخ وتقاليد الفريقين. عادة ما كانت لقاءات الترجي والسيابية حماسية، حمدي القصراوي
بالتأكيد لعب أكثر من مباراة بيزيد ترجي ضد السيابي، واليوم في شباك السيابي ضد ترجي، لكن إلى حد الآن حمدي القصراوي في شباكه هدفين، هدف أول ربما فيه شوية قسط من المسؤولية، لكن هدف ثاني وجه لوجه مع هيثم الجويني ما نجم يعمل شيء. مرفوع الكرة في منطقة الجزاء، شمس الدين الضوادية تزيد أرضية وموجود القصراوي، كاد يباغته بأرضية زاحفة، كاد يباغته بأرضية زاحفة آدم رجيبي. شوف الكرة الأخيرة، الامتداد من إلياس جلاسي بالرأس من الشامو، وكما جات على الطاير من آدم رجيبي موجود حمدي القصراوي في التصدي. 5 دقائق أولى في هذا الشوط الثاني، الترجي يريد التأكيد، لم يكتفي بالموجود. مرفوعة الكرة وتدخل ثاني من بلال السعيداني، تدخل ثاني من بلال السعيداني، ولا زال يعاني ويعاني دفاع السيابي في انتظار ايجاد الحلول بالنسبة لسفيان الحدوسي وايجاد التروشيك اللي يحكي عليه دائما على مستوى الدفاع. الركنية للترجي دائما، الياس جلاسي في التنفيذ، عمار السويح واقف، وترجي بثنائية نظيفة إلى حد الآن. تنفيذ الركنية للترجي، هل ستكون ثنائية؟ ننتظر. يلعب الكرة ثنائية مرفوعة في منطقة الجزاء بالرأس من فوسيني كوليبالي، ترجع ضربة مرمى للنادي الرياضي البنزرتي، يسعد في الكرات الفضائية، لاعب عنده قامة طويلة، والكرة مرت عملت روبون خرجت خارج الميدان. في الأثناء ننتظر إسعاف لاعب ترجي، ننتظر إسعاف مدافع ترجي شمس الدين الذوادي في الاحتكاك وفي الالتحام الأخير، ربما ينتظر الإسعاف. طبعا يشكو من آلام على مستوى الظهر، وهي إصابة عادة ما عانى منها هذا اللاعب وتغيب وابتعد كثيرا عن الميادين. هذه الكرة الأخيرة والكرة الامتداد بالرأس من شمس الدين الذوادي، لكن الإصابة كانت في العملية اللي بعدها، وهذه تسديدة آدم رجيبي كان ماسكي حمدي القصراوي لكن متفطن في العملية الأخيرة. حديث اسكندر القصري مع عمر السويح بالتأكيد، تكامل الإطار الفني في الترجي من أجل طبعا هدف وحيد هو البطولة، بعد ما خرج الفريق من الشامبيونز ليج من كأس رابطة الأبطال الإفريقية بقيت البطولة. وهذه هذا الحوار الأخير بالنسبة لشمس الدين الذوادي، سيغادر لتلقي الإسعافات على حافة الميدان. قلت أن الترجي بقيت له كأس الكاف وبقيت له البطولة، كأس الكاف ضد مولدية بجاية، والفريق يلعب مباراة الذهاب في انتظار مباراة العودة بالنسبة للترجي في كأس الكاف. يخرج شمس الدين الذوادي لتلقي الإسعافات على حافة الميدان، ويرجع لباس للميدان، وترجع الكرة للنادي الرياضي البنزرتي في محاولة للعودة في المباراة بعد ثنائية صعبت برشا الأمور على النادي الرياضي البنزرتي، وعقدت بعض الشيء الوضعية على المدرب سفيان الحيدوسي. حكيت على الترجي التونسي طبعا على المسابقات الإفريقية، طبعا قلت أنه الترجي لم تبقى له إلا مسابقة كأس الكاف، مباراة الذهب ضد مولدية بجاية بين 6 و7 و8 ماي 2016 بإدارة الحكم السنغالي مالانغ دياديو، مباراة الذهاب في الجزائر، ومباراة العودة في تونس بين 17 و18 ماي. مباراة العودة ستكون بإدارة الحكم المصري جهاد قريشة. في المقابل النجم الذي سيح لمباراة الذهاب ضد مونانا الغابوني بإدارة فاضل محمد حسين من السودان، ومباراة العودة في الغابون باش تكون بإدارة بابلاك تيسيما من أثيوبيا. والممثل الثالث هو الملعب الجيبسي الذي شرفنا، الملعب الجيبسي ضد مازيمبي، ضد منافس من الحجم الثقيل، الذهاب في الكونغو في لوبومباتشي بإدارة دانيال فرادزر بنات من جنوب أفريقيا، دانيال بنات معروف. مباراة العودة بين 17 و18 ماي في جيبس، أو ربما تكون في ملعب آخر. هذا الحوار بين كشك وهيثم الجويني، قلت في جيبس أو في ملعب آخر، وستكون بإدارة باكاري بابا قاسما من غامبيا. بالتوفيق للثلاثي التونسي، للترجي، للنجم، وللملعب الجيبسي، 3-3 في كأس الكاف. حبينا وتمنينا أن نشاهد فريق تونسي في أعرق وأمجد الكأس الإفريقية، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، غابت الأندية التونسية عن تشامبيونز ليج وبقيت 3 أندية في كأس الكاف. ترجع كرة للترجي التونسي، تبقى للترجي،
محاولة التوزيع من حسين الربيع، يبحث عن إدريس المحيرسي، التدخل من السيابي، لكن ترجع الكرة من حسين الراقد. حسين الراقد، الراقد يفتح نحو إيهاب المباركي على الجهة اليمنى. إيهاب المباركي والمتابعة من حسين الحاج مبروك. إيهاب المباركي يرجع بالكرة التالي لياس الجلاصي، يعود بالكرة لحسين الراقد في العمق ليادم الرجيبي، طليق الرجيبي، لكن التغطية موجودة طويلة عليه، والمتابعة أيضا مسلمين كشوك. الكرة خارج الميدان، يعرفوا بعضهم جيدا. قلنا حوار ثنائيات وديتويل غير مباشرة بين أكثر من لاعب في يعني سليمان كشوك وادم رجيبي، اسحاب في السيابي واسحاب في المنتخب الأولمبي. وسفيان الحيدوسي واضحة من ملامحه أنه غير راضي لحد الآن، لأنه بصراحة ما يريناش السيابي، ما نعرفش يعني سفيان الحيدوسي لم يجد الحلول لحد الآن في الخط الأمامي. ماريناش السيابي يوجع القدام، ماريناش السيابي يقلق الثنائي علي المشاني وشمس الدين الذوادي، ماريناش السيابي يخلق في كرات وفي فرص واضحه، ماريناش يعني علي جمال تقريبا في اجازه الى حد الان. تعود الكره من فوسيني كوليبالي لعلي المشاني، علي المشاني لشمس الدين الذوادي، شمس الدين الذوادي، الذوادي لادريس المحيرسي. تحرك كثيرا، تحرك كثيرا وكان مصدر عديد الكرات ادريس المحيرسي. هذه كره من شادلي غراب، شادلي غراب سريع، شادلي غراب على الجهه اليسرى يحاول يشق، لكن امامه شمس الدين الذوادي باناقه كبيره، باناقه كبيره من افضل المدافعين في تونس، الشامو كما يلقبه زملائه، يقتنص هذه الكره ويقطع كره شادلي غراب. ترجع مره اخرى للسيابي من بلال السعيداني لاحمد ساسي، احمد ساسي، ساسي 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 يوصل الكره على الجهه اليسار او الجهه اليمين الموجود حمزه المثلوثي. التوزيع في منطقه الجزاء ما خذاش برانسي برا، والارتماء مع علي جمل. تبقى الكره للترجي، علي المشاني خرج كره، تبقى الكره خارج الميدان لل النادي الرياضي البنزرتي. محاولات تعد على اصابع اليد الواحده، وارتماء من علي جمل اذا يعني رجع الكره الاخيره اللي كانت توزيعه ما خذاش برانس ايبارا الحاضر الغائب الى حد الان في الخط الامامي للنادي الرياضي البنزرتي. تمشي كره هيثم الجويني، هيثم الجويني، هيثم الجويني مع انتعاشه ونجاعه بزوز اهداف في هذه المباراه ومصالحه مثل ما ذكرت مع جماهير الترجي منذ جولات. تعود الكرة من حمزة المثلوثي مرفوعة في اتجاه شادلي غراب، يخرج علي جمل، يخرج في الاقتناص حارس الترجي. إلى حد الآن قلنا أحسن خلف لأحسن سلف في غياب معز بن شريفية، علي جمل يحرس إلى حد الآن شباك الترجي دون أخطاء تقريبا. تمشي كرة حسين الراقد لشمس الدين الذوادي وعلي المشاني، المشاني يرجع لعلي جمل، علي جمل يفتح نحو الجهة اليمنى، الترويض من إيهاب المباركي. والأربعة الملاعبين اللي قعدوا على بنك السيابي يقوموا بالحركات الإحمائية. توصل كرة يوسفان بنجي ضيعها، ضاعت على بنجي اللي أيضا خارج الموضوع، يوسفان بنجي في هذه المباراة. تعود يوسفان بنجي كرة فوسيني كوليبالي إدريس المحيرسي، المحيرسي، المحيرسي ينتظر المساندة، يفتح نحو الجهة اليمنى إيهاب المباركي، المباركي طليق على الجهة اليمنى أمام حسام الحاج مبروك. المباركي يفتح نحو الياس جلاسي، جلاسي يفسخ مدافع ويمهد فوسيني كوليبالي، كوليبالي يسدد بعيدة، بعيدة كرة كوليبالي، كانت كرة مخدومة، كانت كرة مخدومة بالنسبة للترجي، لكن الفينيش كان غائب. تسديدة كوليبالي فوق المرمى، شوف الياس جلاسي فسخ الأول مهد للثاني وفوسيني كوليبالي روض كرته حد كرة على ساقه اليمين، لكن التسديدة بعيدة، بعيدة كرة كوليبالي يعني مرت فوق المرمى، فوق المرمى من جهة يعني مرمى الحارس حمدي القصراوي، يعني كما يقول زميلنا المنجي النصري يعني من جهة حمام الأنف عندما يتحدث عن الكرات التي تكون من الجانب الأيمن في ملعب رادس. تعود الكرة للترجي التونسي، توصل لهيثم الجويني، هيثم الجويني وامامه المتابعه من خالد الهماني، هيثم الجويني، الجويني ومعه خالد الهماني، حافظ على كرة الجويني ينتظر المسانده. هيثم الجويني يدخل منطقة الجزاء، يبحث عن التوزيع في منطقة الجزاء كما جاءته، حمدي القصراوي موجود، موجود، اقتنص الكرة دمر جيبي، اقتنص الكرة القصيرة المكير بعد امداد ذكي برشا من هيثم الجويني كما جات، لكن موجود حمدي القصراوي، موجود في التقاط هذه الكرة، ما كانتش قوية برشا، ما كانتش قوية. الترجي لا يكتفي بالموجود، لا يكتفي بالثنائية، يريد تأكيد، والنادي الرياضي البنزرتي يبحث عن تذليل الفارق. هذه كرة خطيرة لشادلي غراب، لم يحسن التعامل معها، لم يحسن التعامل معها شادلي غراب في العملية الأخيرة. مباراة مفتوحة في هذا الشوط،
لانه قلت نادي البنزرتي ما عادش عنده ما يخسر بعد ربع ساعة لعب. هذه الكرة الثانية المرفوعة، شوف كيفاش مرت شادلي غرابة، الترويض بالصدر لم يكن جيد، وهذه الكرة الأخيرة من زاوية أخرى من جانب آدم أرجابي، والالتقاط والاقتناص من حمدي القصراوي. تحية لكل الزملاء التقنيين المصورين، زملائنا في الإعلامية أيضا، ومخرج المباراة محمد علي شريف، من أجل أن تصلكم هذه المباراة في أحسن صورة لمن يتابعنا على التلفزة الوطنية على القناة الأولى كما عودتكم دائما. ننتظر تنفيذ الكرة وننتظر حوارات وتغييرات قادمة. في الأثناء أشاهد شاكر رقيعي، هذا الحوار بين خالد الهماني وهيثم الجويني. شاكر رقيعي سيكون الورقة القادمة للمدرب عمار السويح. في المقابل زوز تغييرات بالنسبة للمدرب سفيان الحيدوسي، في انتظار التغيير الثالث ربما سيكون في قدم الدقائق. شاكر رقيعي سيأخذ مكانه في تشكيلة الترجي، وهو الذي غاب عن التشكيلة. شاكر رقيعي ينتظر دخوله، وننتظر دخوله مكان من في هذا اللقاء بعد مرور ربع ساعة في هذا الشوط الثاني. الترجي يتقدم بثنائية هيثم الجويني في الدقيقة 14 وفي الدقيقة 30 تقريبا، لكن إلى حد الآن الترجي محافظ على هذه الأسبقية، والنادي البنزرتي مازال ما يوجعش القدام. هذه كرة موجودة على جمل في الالتقاط، ضاعت الكرة على برانس سيبارا، ترجع للمدافع شمس الدين الذوادي، الذوادي ليصل جلاسي، لياس جلاسي، توصل كرته حسين الراقد ليه، تقطع من شادلي غراب، شادلي غراب، شادلي غراب، يسبق كرته برشا شادلي غراب، تبقى للسيابي، ترجع لخالد الهماني، خالد الهماني في محور الدفاع مع سليمان كشوك، سليمان كشوك بلمسه واحده لحبيب ميتي، حبيب ميتي، حبيب ميتي، يجي يوسف بنجي يحاول يلعب واحد اثنين مع بريسينك من جانب لاعبي الترجي اللي في خط الوسط. ترجع كره لخالد الهماني، خالد الهماني، خالد الهماني، طويله لشكون؟ لاحمد ساسي طليق على الجهه اليمين، احمد ساسي ياخذ وقته باش يرجع كره، يرجعها لحمزه المثلوثي ثم بلال السعيداني، السعيداني بلمسه واحده لاحمد ساسي، احمد ساسي طلب كره على الجهه اليمين، حمزه المثلوثي حاول يلعب مع احمد ساسي، يراوغ احمد ساسي لكن ضيع له، موجود حسين الراقد وموجود فوساني كوليبالي، ضاعت الكره وعاد الهجوم للترجي، كوليبالي، كوليبالي يسقط، والمخالفه لمتوسط ميدان الترجي في العمليه الاخيره، والانذار، الانذار والبطاقه الحمراء، اصفرت واحمرت، اصفرت واحمرت، اصفرت واحمرت، يغادر، يغادر احمد ساسي، يغادر، يعني المصائب لا تاتي فرادى، المصائب لا تاتي فرادى في كرة القدم، ويزيد الطين بلة احمد ساسي من خلال بطاقة صفراء ثانية تكلفه الحمراء، وسيبقى السيابي يلعب منقوص من لاعب فيما تبقى من مجريات المباراة. شوف الكرة وشوف الهجوم وشوف التكل الزايد، كي تعرف روحك عندك صفراء مش لازم التكل يا احمد ساسي، جنى على نفسه وعلى فريقه وغادر المباراة، وفريقه متأخر بثنائية نظيفة وسيبقى متأخر عدديا فيما تبقى من أطوار اللقاء. في المقابل تغيير ثاني أو تغيير أول للترجي بخروج الياس الجلاسي ودخول شاكر رقيعي، تقريبا مع 63 دقيقة لعب تتعقد أكثر الأمور على سفيان الحيدوسي. سفيان الحيدوسي يلعب ضد الجمهور ويلعب ضد الميدان وضد منافس يعني سابقه عدديا وسابقه في النتيجة. تعود الكرة من جانب آدم رجيبي، آدم رجيبي، آدم رجيبي، يرجع لشمس الدين الذوادي، شمس الدين الذوادي مازال محافظ على كورته، يعود لشاكر رقيعي، رقيعي، رقيعي بلمسة واحدة، الترجي براحة أكثر باش يلعب بقية المباراة. تمشي بلال السعيداني، بلال السعيداني في هجوم للنادي الرياضي البنزرتي، السعيداني، السعيداني محافظ على كورته، شنو يعمل؟ يضيع كورة، تقطع من فوسيني كوليبالي ثم إدريس المحيرسي، المحيرسي طليق يمرر ل هيثم الجويني، الجويني، الجويني يبحث عن المساندة والحلول، ما يضيعش كرة الجويني، الجويني يرجع بها التالي، يفتح نحو الجهة اليمنى وين موجود إيهاب المباركي، إيهاب المباركي، التوزيع في منطقة الجزاء، البحث عن الجويني بالراس، وحمدي القصراوي موجود، موجود حمدي القصراوي. قلت النادي الرياضي البنزرتي وضعية ماهيش صعيبة، ماهيش كارثية في البطولة، لكن جمهوره غاضب، جمهوره علاقته أو البعض خلينا نقول من الجماهير علاقتها متوترة حتى مع الإطار الفني وحتى مع الهيئة المديرة نادي الرياضي البنزرتي، بتغييرات، بقدوم سفيان الحدوسي مكان يوسف الزواوي بعد أن كان الطيار لا يمر بينه وبين فئة من الجماهير. إلى حد الآن الرجة النفسية لم تأتي بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي، نادي البنزرتي اللي حتى على مستوى الهيئة المديرة كان في بلاغ البارح
أكد أنه باش يعقد جلسة عامة عادية في نهاية شهر جويلية القادم للنظر في تخفيض المدة النيابية للهيئة المديرة برئاسة المهدي بن غربية، ويعني تقديم التقريرين الأدبي والمالي. هذا الحوار الأخير بالنسبة للهيئة المديرة، وأنه في صورة قبول هذا المقترح وتخفيض المدة النيابية بالنسبة للهيئة المديرة باش يتم اللجوء لانتخاب هيئة مديرة جديدة في الشهر الأول أو في الأسبوع الأول من شهر أوت. والهيئة المديرة الحالية أكدت أنها مش باش تترشح إذا كان فما انتخابات قادمة في شهر أوت بالنسبة للسيابة. يعني هذا قرار هيئة المهدي بن غربية اللي ربما تريد أن تغادر النادي الذي البنزرتي في هذه الفترة أو بعد نهاية الموسم، في صورة ما تمت المصادقة على قرار التقليص في الفترة النيابية كما قلنا في جلسة ستكون في شهر جويلية. في الأثناء نادي البنزرتي يريد مركز رابع، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس وأمام فريق اسمه النجم المتلوي شكل المفاجأة السارة إلى حد الآن في مركز رابع 34 نقطة. السيابين ذكر ب 30 والمخالفة للنادي الرياضي البنزرتي 65 دقيقة في هذه المباراة. الترجي يتقدم بثنائية نظيفة والنادي الرياضي البنزرتي يسعى للعودة لكن منقوص عددين، نذكر بعد إقصاء أحمد ساسي لحصوله على إنذارين. مرفوع الكرة من سليمان كشوك، موجود علي جمل، موجود جمل دون مشاكل في اقتناص الكرة. طويلة كرة علي جمل لدريس المحيرسي، طليق على الجهة اليسرى، دريس المحيرسي أمام حمزة المثلوثي، شق الميدان بالعرضة، تمهيد وطويلة الكرة ويهب المباركي، بارتماء لكن يقتنص الكرة حمدي القصرة ومباشرة لشادي غراب، غراب يسقط، يربح المخالفة شادي غراب في العملية الأخيرة. ترجع الكرة للنادي الرياضي البنزرتي في تنفيذ المخالفة. طه ياسين الخنيسي الغائب، هدف الترجي بعشر أهداف باقي على بنك البدلاء في هذه المباراة. نذكر أنه هدف البطولة هو علي معلول ب 15 هدف لعب سي اس اس، لكن ال 15 هدف فيهم 10 ضربات جزاء. في المقابل طه ياسين الخنيسي ب 10 أهداف فيهم 4 ضربات جزاء. ونلقاو إيزيكيال جونيور جاي، فخر الدين بن يوسف، حمزة الأحمر، برهان غنام وجاك بسون. هذه كرة خطيرة للنادي الرياضي البنزرتي، ضاعت الكرة على سليمان كشوك، الملاعبين اللي سميتهم الكل بثمانية أهداف، ضاعت الكرة على سليمان كشوك، خطيرة كانت مرفوعة، أخطر الكرات، لم يحسن الاستغلال. شوف دوزيام بال كما جات باليسار ما كانتش قوية، وموجود علي جمل بثبات إلى حد الآن في تدخلاته. ترجع كرة للترجي، من الجهة اليسرى لهجومه، تمشي الكرة دريس المحيرسي والمتابعة من خالد الهماني. دريس المحيرسي يعود بالكرة للوراء ثم حسين الراقد مع تفاعل جماهير الترجي الموجودة في البولوس. قلت الفيراج مغلق للصيانة حتى إشعار آخر. تمشي حسين الراقد، يوصل الكرة لحسين الربيع، من حسين الحسين ولسم على الاسم وربي يجيب القسم. والقسم لحد الآن للترجي التونسي المتقدم بثنائية أمام النادي الرياضي البنزرتي. تقطع كرة من خالد الهماني ثم يوسفان بنجي، في بناء هجوم برانسي برا، والراية مرفوعة، المخالفة ضد مهاجم السيابي، المخالفة ضد مهاجم السيابي في الكرة الأخيرة. طبعا حوارات الترجي والنادي الرياضي البنزرتي قلت عادة ما تكون مشوقة، عادة ما تكون حماسية بين فريقين عريقين. الترجي الذي تأسس عام 1919 عميد الأندية التونسية، 26 لقب بطولة ب 14 كأس. النادي الرياضي البنزرتي الذي تأسس عام 1928 بأربع بطولات، منهم ثلاثة قبل الاستقلال بثلاثة كؤوس، بكأس سوبر وكأس رابطة وكأس رابطة الأبطال. انذار الفوسيني كوليبالي، وطبعا قلت حوارات السيابي والترجي الرياضي التونسي عادة ما تكون مشوقة. حتى إذا عدنا إلى التاريخ دائما أسماء صنعت اسمها بأحرف من ذهب في كرة القدم التونسية، سواء بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي أو بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. كي نقولوا السيابي نقولوا جيل مختار بن ناصف، يوسف الزواوي، خالد القاسمي، حمدة بن دوليت، حسني الزواوي، صالح شلوف، أحمد برشادة، مراد الغربي، مختار الترابلسي وغيرهم.
كلها أسماء تركت بصمتها في كرة القدم التونسية. وكي نقولوا ترجي قائمة طويلة وعريضة، من عبد المجيد التلمساني لديوة للقليبي البغنية المشوش لعبد المجيد الجلاصي ربي يشفيه، لعبد المجيد بن مراد، عبد الحميد الكنزاري طبعا ربي يشفيه، لطارق الذياب، لتميم، لعكاشة، للكوبانتيني، الخالد بن يحيى، علي بناجي وفدو وغيرها من الأسماء. كما قلنا في هذا الفريق وذاك أسماء كبيرة وأسماء ونجوم صنعت أمجاد الفريقين ونحتت اسمها بأحرف من ذهب في كرة القدم التونسية وتركت بصمتها في الكرة. على ذاك دائما ما عودتنا حوارات الترجي والنادي الرياضي البنزرتي على الفرجة والمتعة رغم تغير الأسماء، رغم يعني تعاقب الأجيال من سنة إلى أخرى، لكن تبقى الترجي ويبقى النادي الرياضي البنزرتي من المدارس في كرة القدم التونسية. تعود الكرة للنادي الرياضي البنزرتي من جانب بلال السعيداني، وذكر السيابي منقوص من أحمد ساسي في 20 دقيقة أخيرة، هل ستكفيه للعودة في المباراة على الأقل بتذليل الفارق أم سيبقي الترجي الأمور على حالها أم سنرى أهداف أخرى؟ نحن نحب الأهداف من هذا الجانب وذاك ما يهمناش، لكن المهم أن تكون الفرجة موجودة والفرجة إن شاء الله تكون رائقة على الوطنية الأولى. ترجع كرة من يوسف أمبنجي، أمبنجي يوصل كورته بلال السعيداني، بلال السعيداني يحاول يبحث عن حسام الحاج مبروك لكن التخته موجودة خلاها تخرج خارج الميدان في التماس. ثاني تغييرات عمر السويح، ثاني تغييرات عمر السويح، دخول برنار بولبوا، بولبوا مكان آدم رجيبي في العشرين دقيقة أخيرة من المباراة. يغادر آدم بعد أن تحرك كثيرا في هذه المباراة وكان مصدر الهدف الثاني بإمداد ذكي في طبق لهيثم جويني. دخول بولبوا مكان آدم رجيبي فيما تبقى من دقائق المباراة. كما قلنا في هذه الدفعة الخاصة من المباراة المؤجلة للجولة السابعة أياب لبطولة الرابطة الأولى، بطولة تتواصل بنسق حثيث فيما تبقى من الأسابيع بالنسبة للبطولة. نعرف أن الجمعة الجاية يعني نهاية هذا الأسبوع مش يكون الموعد مع لقاءات الجولة التاسعة. إياب الترجي يستضيف النجم الأولمبي بسيدي بوزيد في رادس هنا الأربعة غير بعض، والنادي الرياضي البنزرتي في تحول إلى جابس أمام الملعب الجيبسي، ثم يكون الموعد مع الجولة العشرة إياب يعني السبت لحد اللي بعدهم 7 و8 ماي، لكن تكون مقابلات مؤجلة بالنسبة للسي اس اس بالنسبة للنجم وبالنسبة للملعب الجيبسي وللترجي، لأنه في ذلك الأسبوع هنالك استحقاقات إفريقية للأندية التونسية الثلاث، الترجي، النجم، والملعب الجيبسي في كأس الكاف. وإن شاء الله تكون 3 على 3، حكيت منذ قليل وأعطيت تعيينات الخاصة بحكام مسابقات كأس الكاف. في الأثناء الركنية للترجي، الترجي الذي لم يكتفي لحد الآن بثنائية هيثم الجويني، الركنية للترجي الذي التونسي، زوز تغييرات من هذا الجانب وذاك، لكن سفيان الحيدوسي بنقص عددي كيف سيتداركه فيما تبقى من هذا اللقاء. إدريس المحيرسي في تنفيذ الكرة للترجي التونسي في تنفيذ الركنية مع صعود الملاعبين اللي عندهم قامة طويلة، مرفوعة الكرة وحمدي القصراوي دون مشاكل في الالتقاط، دون مشاكل في الالتقاط. ترجع كرة أخف الأضرار من إيهاب المباركي في التماس، إيهاب المباركي ضد فريقه السابق وحكينا على إيهاب المباركي وآدم رجيبي وعلي المشاني بأزياء الترجي في هذه المباراة، لكنهم أبناء بنزرت الاحتراف وبين الوسادة والولادة. إلى حد الآن الوسادة كانت لها الغلبة بالنسبة لملاعبية السيابي اللي يلعبوا في الترجي، وأعني بهم علي المشاني، آدم رجيبي، إيهاب المباركي، وفي الجهة المقابلة حمدي القصراوي إلى حد الآن منهزم مع النادي الرياضي البنزرتي ضد الترجي التونسي فريق الأم. تعود الكرة من علي المشاني، علي المشاني يرجع بها، يرجع بها لعلي جمل. الترجي يتقدم بثنائية نظيفة حملت توقيع القناص هيثم الجوين الذي تصالح مع الجمهور فعادت له الثقة في الإمكانيات وعاد للتهديف وعاد للنجاعة منذ جولات. نعرف أن الأمور نفسية بالأساس وقت يكون فما بلوكاج يعني على المستوى النفسي لملاعبي حتى تحطه قدام شباك فارغة ما يسجلش. هيثم جويني من يعني الملاعبين اللي عندهم قيمة ثابتة في كرة القدم التونسية، هو ثاني ثنائية شخصية ليه
بعد مباراة الكأس ضد سهم كسر قفصة في 7 فيفري 2016، وقتها سهم كسر قفصة خسر ضد الترجي 5-0. هكا يقول لي زميلي الهادي جبنياني طبعا، وهذه الأرقام وهذا جمهور الترجي الموجود في المدرجات، وبالتأكيد يفكر في القادم، والقادم سيكون أصعب بالنسبة لجماهير الترجي، لأن المباريات التي بقيت كلها مباريات كأس، والفريق اللي يحب يربح البطولة ما يلزموش يفلت في نقاط في المتناول على ميدانه وحتى خارج ميدانه. الورقة الأخيرة ستكون سعد بكير القصير المكير في آخر تغييرات عمار سوايح في هذا اللقاء. سعد بكير سيأخذ مكانه في تشكيلة الترجي، كما قلنا يعرف عمار سوايح ويعرف شهاب الليلي ويعرف فوزي البنزرتي أنه كل نقطة بحسابها فيما تبقى من المباريات. النجم السي اس اس والترجي يصنعوا الفرجة، يصنعوا الشو فيما تبقى من هذه البطولة في جولات أخيرة ستكون مشوقة إلى أبعد الحدود. يعني تعودنا أن نعرف البطل منذ جولات وجولات، وأن تكون البطولة روتينية، أن تكون كلاسيكية مملة إلى أبعد الحدود، لكن الحمد لله قطعنا مع هذه الأمور ومع هذه التقاليد السيئة، ولا التشويق موجود ولا التنافس موجود، يعني في أعلى الترتيب وفي أسفل الترتيب. التغيير الأخير للترجي بدخول كما قلت سعد بكير في تشكيلة عمار سويح مكان فوسيني كوليبالي، قلت التشويق ولا موجود، يعني لما فيه مصلحة المشاهد والمتابع. هذه من النقاط الإيجابية اللي ولينا نتبعوها في كرة القدم التونسية في أعلى الترتيب وحتى في أسفل الترتيب، لأنه صراع النزول أيضا يشتد، وكما قلنا ذراعك يعلف في قادم الجولات وفي قادم المواعيد بالنسبة للفرق التي تصارع من أجل البقاء وبالنسبة للفرق التي تريد أن تكسب البطولة. ترجع كرة لسعد بكير، سعد بكير يحاول يراوغ يوصلها لشكر أرقيعي، أرقيعي تبقى الكرة حسين الرقد بلمسة واحدة بينه وبين إدريس المحيرسي، لكن تقطع من بلال السعيداني، ترجع لسليمان كشك، فما ملاعب زميله ملقى على ذات الميدان، سليم بالخواص ينتظر يخرج كرة في الأثناء لإسعاف، خرج كرة طبعا سليمان كشك لإسعاف خالد الهماني الملقى على ذات الميدان في ربع ساعة أخير من المباراة، في ربع ساعة أخير من المباراة. هذه الكرة الأخيرة والحوار الأخير بين إدريس المحيرسي وخالد الهماني. حكينا على البطولة طبعا، الجامعة التونسية لكرة القدم واللجنة الوطنية للاستئناف، تحية لزملائنا المصورين أيضا، زملائنا في الأحد الرياضي. سفيان الوش كان على الصورة، وبالتأكيد لاقتناص كل هذه اللقطات والاستجوابات والمتابعة ستكون هذا المساء من خلال حصة استثنائية ضمن برنامج الأحد الرياضي على الوطنية الأولى في ملخصات للمباريات المؤجلة الخاصة بالجولة 7 أيام مع زميلي محمد علي بوزقرو وبقية الفريق العامل في الأحد الرياضي. كما قلنا اليوم في الليل حصة خاصة من الأربعاء الرياضي خاصة بهذه الجولة، بالتأكيد هوامش ولقطات المباريات والاستجوابات وكل كبيرة وصغيرة ضمن هذه الأمسية الرياضية ستشاهدون هذا المساء ضمن الأحد الرياضي. بطبيعة الحال نذكر أن المباراة الأولى كانت انطلقت في الثالثة على الوطنية الثانية، لم يكتب لها أن تكمل بعد أن توقفت والإفريقي فائز في جابس 3-1. الترجي يلعب اليوم وفي هذه الأثناء ضد السيابي والنجم الذي الساحلي، مباراة انطلقت منذ قليل ضد الملعب التونسي في حوار أعلى الترتيب والقاع. هذه كرة من دريس المحيرسي، وقت التمريرة تبقى لشكر أرقيعي. قلت اللجنة الوطنية للاستئناف اللي اجتمعت البارح كانت قلصت عقوبة ماهر الكنزاري مدرب البقلاوة إلى 4 مباريات مقابل 6. صابر خليفة يعني بالنسبة لشهاب الليلي تم الإبقاء على القرار بالنسبة للجنة الفيدرالية، وبالنسبة غيلان الشعلالي تم تقليص العقوبة من 3 مباريات إلى مباراة واحدة. هذا بالنسبة لقرارات لجنة الاستئناف، ولأنها فما بعض القرارات الأخرى لا يسعنا المجال للحديث عنها. ترجع كرة للترجي، إدريس المحيرسي حول المرور، يمر المحيرسي، خطيرة الكرة، بولبوا ليكون الثالث القصراوي، الثالث ليه بولبوا على الخط النهائي للمرمى، ينقذ الموقف. سليمان كشك يمنع الثالث،
يمنع الثالث كشوك على الخط النهائي للمرمى ويبقي الامور على حالها. ترجع كره لسوفان بنكي، بنكي وصلها لحبيب ميتي، حبيب ميتي طويله ترويض بالصدر، محاوله المرور، التغطيه موجوده، سليمان كشوك ينقذ الموقف وينقذ شباك القصراوي من هدف ثالث كاد يكون محقق بكره خطيره انطلقت من بولبوا. هذه العمليه الاخيره وكان فما رايه، فما رايه لانه فيها وعليها الرايه، وهذه الفرصه التي ضاعت على بولبوا. القصراوي ما خداش كورته، ثم الحوار بينه وبين سعد بكير وعلى الخط النهائي للمرمى ينقذ الموقف. هذه الكره الاخيره طليق طليق، وشوف المساحات وشوف الشوارع وشوف الفراغ في محور دفاع النادي الرياضي البنزرتي. طبعا قلنا جوله هي بين جوله بين المباريات المؤجله، بدات بلقاء الملعب الكبسي والنادي الافريقي كما قلنا 3-1 للنادي الافريقي، مباراه توقفت لعده دقائق قبل ان تستكمل بعد احداث ربما بعد المناوشات واحداث الشغب. استكملت المباراة يعني بانتصار النادي الافريقي في ملعب جابس بعد ان توقفت مثل ما ذكرنا لدقائق. والمباراة الثانية هذه مع فرصة الهدف الثالث للترجي في المقابل، مباراة النجم والملعب التونسي في هذه الاثناء. وتغيير اخير كان منذ قليل بالنسبة للمدرب سفيان الحيدوسي من خلال اقحام جاسر الحمدوني، كان اساسي في اللقاء السابق. وكرة خطيرة وضربة جزاء مخالفة، مخالفة يقول سليم بلخواس، مخالفة يقول سليم بلخواس للترجي. هذه الكرة الأخيرة سنعيد المشاهدة، بالتأكيد كان خطير خطير، يعني تلعب ضد منافس ناقص عدديا. هذه الكرة الأخيرة بالقدم، حاول يلعب واحد اثنين في العمق، المرور والتدخل تقريبا، هذا الاحتكاك الأخير تقريبا قبل خط منطقة 16 متر و50 في حوار حمزة المثلوثي مع شاكر رقيعي. سليم بلخواص قريب يعطي المخالفه للترجي، مخالفه يحبذها شكون؟ يحبذها سعد بكير وايضا شكر الركيعي. ننتظر التنفيذ. والنادي الرياضي البنزرتي خليني نقول بصراحه يعني النادي البنزرتي اليوم خرج الموضوع، النادي البنزرتي لم يجد توازنه، ما عقلناش السيابي في هذه المباراه لا دفاعا ولا هجوما. في الهجوم مريناهش وفي الدفاع اخطاء فرديه، مساحات امام هجوم الترجي وشوارع مفتوحه واخطاء على مستوى التمركز، عديد الامور في حاجه الى المراجعه بالنسبه للسيابي اذا اراد ان يراهن بجديه على المركز الرابع. المخالفه للترجي في مكان يبدو مناسب جدا لسعد بكير، لكن موجود ايضا شاكر رقيعي. هل ستكون الدقه من خلال بكير أم القوة من خلال رقيعي؟ شاكر رقيعي يسدد في محور في جدار الدفاع، ترجع في مرة أولى، ماخذهاش إدريس المحيرسي، شط لهواء، ترجع كرة للترجي، تعود من شاكر رقيعي، شاكر رقيعي يوصلها لحسين الراقد، الراقد يحاول يعني يجاري النسق وخصوصا يعمل تيرنوفر، يغير عمار سواه، يعرف أنه رصيد البشري بنسق ماراتوني مع كؤوس إفريقية ومع مباراة مؤجلة، يلزم يعرف كيف يتعامل مع رصيد البشري. هذا جاسر الحمدوني من اللاعبين الشبان، قلت كان أساسيا في المباراة السابقة ضد ترجي رجيس، لكن دفع به في هذه الدقائق سفيان الحيدوسي لتغيير ما يمكن تغييره إلى حد الآن. ولأن الأمور صعبت شوية على النادي الرياضي البنزرتي خصوصا بعد إقصاء أحمد ساسي تقريبا في 25 دقيقة الأخيرة من المباراة بعد حصوله على زوز انذارات. ترجع كرة من حسين الراقد لشمس الدين الذوادي، شمس الدين الذوادي توصل لشاكر رقيعي، شاكر رقيعي تبقى الكرة للترجي من سعد بكير، يحاول بأخف الأضرار ينهي المباراة. الترجي متقدم بأسبقية ثنائية نظيفة، ثنائية كادت تكون أعرض من ذلك خصوصا بمحاولات كانت موجودة، لكن إلى حد الآن الترجي حقق الهمة أمام النادي الرياضي البنزرتي الذي لم يتدارك نصف عثرته في الجولة الفارطة ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. هذه كرة من جانب حسين ربيعة، تسديد والدفاع موجود، ينقذ الموقف.
ينقذ الموقف العملية الأخيرة، ينقذ الموقف مدافع السيابي حمزة المثلوثي. هذه الكرة الأخيرة وهذا التدخل من حمزة المثلوثي، ستعود الكرة بركنية للترجي ونحن نقترب من الخمس دقائق الأخيرة من المباراة. خمس دقائق أخيرة، الترجي بقي ضغط، الترجي لا يكتفي بالموجود، يحاول يلعب بالكرة الثنائية دريس مع هيثم الجويني، تخرج من الدفاع تمشي ليوسف أمبنجي أيضا الحاضر الغابي لحد الآن. شادلي غراب، شادلي غراب ليوسف أمبنجي، أمبنجي يهرب على الأول يمرر للثاني، خطيرة الكرة والهجوم للنادي الرياضي البنزرتي، وعلي جمال يتألق، مازال اختار ومازالت الكرة على كرة الثاني. غريبة غريبة يا جاسر يا حمداوي، غريبة يا جاسر يا حمدوني، أمام شباك تقريبا شاغرة أخطر الكرات، يعني يوسف أمبنجي نام نام ثم استفاق بكرة في العمق. التألق والتصدي من علي جمال والثانية غريبة، يعني خلى شباك كاملة ووضع الكرة خارج الإطار، ووضع الكرة خارج الإطار، يعني لو نزلت إلى الميدان لسجلت هذا الهدف. من جانب جاسر الحمدوني ضاع كرة ما تضيعش، كرة ما تضيعش بالرجل اليسرى من جاسر الحمدوني، معليش كما يقولوا زملائنا الجزائريين. على كل حال أضاع كرة على السيابي لتذليل الفارق، أضاع كرة على السيابي لتذليل الفارق مع تألق علي جمال إلى حد الآن الذي يؤكد مستواه المتميز في خلافة المعز بن شريفية. ترجع كرة والكرة أرضية وكادت تباغت حمدي القصراوي. مباراة يعني نسق بين الحين والآخر يرتفع، لكن إلى حد الآن إلى حد الآن الترجي متقدم، والنادي الرياضي البنزرتي كما قلنا الفرص تكاد تكون غائبة، وحتى الفرص التي حضرت كان التسرع موجود وغاب التركيز عن تشكيلة سفيان الحيدوسي إلى حد الآن. خمس دقائق أخيرة، خمس دقائق أخيرة في المباراة. الركنية للترجي، التنفيذ من شاكر الرقيعي، شاكر الرقيعي في تنفيذ الركنية للترجي، وجمهور الترجي بالتأكيد له الحق أن يتفاعل. كما قلنا أمام فيراج صامت، مرفوع الكرة في القام الثاني، جويني والراقد، الراقد مرت أمامه الكرة، مرت أمامه الكرة الراقد بعد امداد من هيثم الجويني. هذه الكرة الأخيرة بالرأس من جويني والراقد، يعني لم يقتنص الكرة الأخيرة. قلت أمام فيراج صامت نظرا للأشغال، مغلق فيراج ملعب رادس حتى إشعار آخر، أشغال بعد يعني الأحداث اللي صارت في لقاء الترجي الأخير وتشييم بعض الكراسي. جمهور الترجي أخذ مكانه في المدرجات في البلوز الجانبية، المدرجات المكشوفة طبعا. وكما قلنا في الشوط الأول يعني نقطة تحسب لمجموعة الترجي، مش سماها لكن مجموعة الترجي طبعا، الجروبات اللي موجودة كانت في الفيراج قررت تعليق نشاطها إلى أجل غير مسمى حتى تهدأ الأمور وحتى تعود الأمور إلى نصابها، لأن الترجي في حاجة إلى جماهير وفية، الترجي في حاجة إلى جماهير تسانده وقت الشدة قبل الفرح، ووقت الهزائم قبل الفوز، لأن فريق إذا أراد أن يكسب بطولات عليه أن يكون له جمهور يشجع ويدعم في الأوقات الصعبة قبل الأوقات السارة. ترجع كرة من جنب شكر الرقيعي، يفتح نحو الجهة اليمنى وين موجود إيهاب المباركي، إيهاب المباركي وحسين الراقد، حسين الراقد مرت عديد الكرات عليه حسين الراقد، ويستعرض شكر الرقيعي أيضا بتمريرة لدريس المحيرسي. أيضا دريس المحيرسي كان من أفضل اللاعبين في وسط الميدان، كان مصدر عديد العمليات الهجومية، ولو أن الإحصائيات طبعا تختلف بين لاعب وآخر. نذكر إحصائية في مباراة البارح في لقاء المان سيتي وريال مدريد في تشامبيونز ليج في نصف النهائي البارح، يعني مباراة وفات 0-0، لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد 87 تمريرة مررها، منها 80 صحيحة، 87 تمريرة لوكا مودريتش البارح في مباراة الريال والمان سيتي، من 87 تمريرة 80 تمريرة صحيحة، 7 فقط غلطة. يعني هذه إحصائيات يظلي كلموا في رق الرابطة المحترفة الأولى الكل لعبيتهم يلعبوا في الوسط ما يصلوش بشي مروا 80 تمريرة صحيحة في خط وسط الميدان. نقولها أقولها وأمضي وأغلق هذا القوس ونعود لقاء ترجي والنادي الرياضي البنزرتي في دقائق الأخيرة، تقريبا دقيقة الأخيرة. الترجي يتقدم بثنائية نظيفة، حمل التوقيع هيثم الجويني، هذه كرة من جانب إيهاب المباركي، إيهاب المباركي والتماس للنادي الرياضي البنزرتي على الصورة. إيهاب المباركي ضد فريقه السابق طبعا، لحبيب ميتي، لحبيب ميتي
لحبيب ميتي، توصل الكره لخالد الهماني، خالد الهماني يوصلها ليوسف امبنكي، يوسف امبنكي غط على كورتو امبنكي، يوسف امبنكي وصلها على الجهه اليمين، توصل الكره على الجهه اليمين، تبقى الكره محاوله يلعب واحد اثنين بين يوسف امبنكي وحمزه المثلوثي قبل ما تخرج. علي المشاني يحاول يخرج الكره نظيفه، بولبوا يوصلها لشكر الرقيعي، شكر الرقيعي يمهد لبولبوا على الجهه اليسار، بولبوا توصل الكره الاخيره ل سعد بكير ثم هيثم جويني، بولبوا 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 يحاول يمرر، سعد بكير بكير يرجع ل شكر رقيعي ثم دريس المحيرسي في العمق، ذكيه من المحيرسي لكن التخته موجوده كما جات، كما جات من خالد الهماني في التماس. اشتعلت الشماريخ، يعني هنا في مدخل حجرات الملابس في ملعب رادس، وجمهور الترجي بالتاكيد يحتفل بهذا الانتصار بعد نصف عثرة لقاء البقلاوي. وهذه كره من بلبوا، تسديد، التسديد حاب يجرب، حاب يجرب بلبوا في الدقيقة الأخيرة، في الدقيقة الأخيرة ونحن دخلنا في الوقت البديل ثلاثة دقائق حسب لوحة الحكم الرابع عز الدين الشعباني. ثلاثة دقائق، ثلاثة دقائق بالنسبة لهذه المباراة، المباراة المواجهة. نذكر أن الجولة القادمة ترجي هنا في ملعب رادس يوم الأحد يستضيف النجم الأولمبي لسيدي بوزيد، نجم أولمبيك سيدي بوزيد، الأربعة غير بعض المباراة. في المقابل السيابي يتحول إلى جابس لملاقاة الملعب الجابسي، الملعب الجابسي اللي خسر اليوم ضد الإفريقي بثلاثية مقابل هدف واحد. ترجع كرة من سليمان كشوك، سليمان كشوك يرجع لخالد الهماني، يرجع للمخالفة سليم بالخواص، ولو أن الكرة يعني باقي عند بن زرت كانت نجم يخلي المجال. ترجع الكرة، هذه الكرة الأخيرة والكرة اللي ضاعت في مرة أولى على سليمان كشوك مع تعلق علي جمالو في مرة ثانية بطريقة غريبة، قلت بطريقة غريبة وعجيبة على جسر الحمدوني. التماس للنادي راذل البنزرتي، سليمان كشوك، سليمان كشوك، الترجي متقدم بثنائية نظيفة، يعني بعد ثلاثية مباراة الذهاب 3-1 الترجي يفوز على النادي راذل البنزرتي رايح جاي مثل ما يقول أشقاؤنا المصريون خارج الميدان. الكرة ضربة مرمى للترجي وللحارس علي جمل الذي كان ثابت في تصدياته وفي تدخلاته في دقائق أو ثواني أخيرة. في الحقيقة هو كان ثابت وحتى دفاع الترجي يعني كان واقف كما يلزم بقيادة شمس الدين الذوادي وأيضا علي المشاني اللي ما قصروش في هذا اللقاء، لكن ساعدهم في ذلك هجوم السيابي اللي كما قلنا موجعش في هذه المباراة. ترجع كرة للترجي، دقيقة أخيرة والتماس إيهاب المباركي، إيهاب المباركي، التماس للترجي، شمس الدين الذوادي يرجع بالكرة لعلي جمل، علي جمل، علي جمل يفتح نحو الجهة اليسرى وين موجود حسين الربيع، حسين الربيع، إدريس المحيرسي بالرأس ما مرتش كورته، ما وصلتش توصل لجاسر الحمدوني، جاسر الحمدوني، ترجع لهيثم الجويني، الجويني لكن المتابعة موجودة والمخالفة، المخالفة للترجي، المخالفة للترجي، يربح شوية وقت باش يقوم في ثواني أخيرة من المباراة. الترجي يحقق المهم إلى حد الآن، يصعد بالنقاط، يصعد بالنقاط إلى 58 نقطة، السي اس اس في الصدارة 61 والنجم 59، لكن النجم يلعب في هذه اللحظات ضد نجم أولمبيك سيدي بوزيد في سوسة، يعني مباراة أو يعني مباراة ستكون هامة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي كما قلنا. وتاتي صفير سليم الخواص لتنهي هذا الحوار بين الترجي والسيابي بانتصار الترجي بثنائية نظيفة. حمل التوقيع هيثم الجويني في الشوط الأول، الترجي كما قلنا يحقق المهم والنادي الرياضي البنزرتي لم يتدارك نصف عثرة الترجي الجيس في الجولة الفارطة. هذه الأهداف بصورة أخرى بعد هدف أول، وكرة بدات من ادريس المحيرسي رجعت من حمدي القصراوي والمتابعة في الدوزيام بال من هيثم الجويني، وهدف ثاني أيضا من نفس اللاعب هيثم الجويني بإمداد من آدم الرجيبي والإكسيرا دي بي بصنعة كبيرة يمضي ثاني هدف الترجي في المباراة للتاريخ. 2-0 للترجي أمام السيابي في جولة 7 أياب في انتظار القادم وقادم المواعيد، وللحديث بقية في بطولة مشوقة تتابعونها دائما على الوطنية الأولى. نقطة نهاية هذا الموعد الرياضي مع أجمل تحية رمزي القلعي، نلتقي في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء.
مرحبا بكم على